السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، الحقيقة أهلا بكم مجددا مع سلسلة أول سيسكو لابس مع أخوكم عادل الحميدي. الحقيقة النهاردة احنا بنسجل في الفيديو رقم 12، هنسجل فيه، هنبدأ دلوقتي في زي ما قلنا الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن. اتفقنا ان احنا خلصنا في الفيديوهات ال11 اللي فاتوا اللي هي البيزك كونفيجريشن، وهنبدا النهارده الحقيقه في الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن، لان زي ما قلنا الى الان الشبكه بتاعتنا صحيح ان انا شغلت الانترفيسز، لكن لقيت برضو ان الشبكه لسه ما اشتغلتش، وده دليل ان لسه البيزك كونفيجريشن ما خلصتش. لكن الحقيقة قبل ما أحاول أدي مقدمة لحصة النهاردة وإيه عنوانها وموضوعها علشان أربط المحاضرة اللي فاتت بالمحاضرة ديت، خليني الأول أدي شوية ملاحظات. الحقيقة أظن إحنا خلاص عدنا لعيبة، يعني زي ما بيقولوا في حكاية التكست، إزاي أعمل تكست واحط في التكست دوت الكونفيجريشن اللي انا عملتها، صح كده ولا ايه؟ ودي يمكن المحاضره كانت رقم 10، رقم 11 اللي انا حليت لكم فيها الواجب، وكانت سريعه الحقيقه. لكن احنا الحقيقه في المحاضره رقم 10 لو تفتكروا عملنا البيزك دوت اللي هو التكست اللي فيه الكونفيجريشن، لان احنا قلنا لما بيبقى عندنا اجهزه عدد كبير من الاجهزه ما بقعدش اعمل كل جهاز، انا بعمل تكست وبعدين كوبي بيست. معلومه بقى حلوه خالص. الحقيقة بعض الناس تقول لي بعد ما بنخلص وكده ونقفل البرنامج وبعدين نيجي نبص نلاقي الجي ان اس ما حفظش الاعدادات، نرجع نعمل تاني البيزك كونفيجريشن. اقول تاني، ناس بتقول لي ان الجي ان اس بعد ما بنخلص وبنعمل الكونفيجريشن وبناخد التكست اللي احنا عملناه ونعمل كوبي بيست وكل حاجة، وبعمل كوبي ران ستارت، يعني لما بعد ما بخلص خليني كده اوريكم. انا مثلا هنا في الهيد كوارتر، ففي الراوتر اللي هو الهيد كوارتر، بعد ما عملت الكونفيجريشن وعملت دبليو ار او كوبي ران ستارت وقفلت برنامج الجي ان اس، اتفاجئت ان بعد كده لما جيت افتحه المره الثانيه او اللي بعدها عشان اكمل مذاكره لقيت الجي ان اس ما حفظش. معلش، احيانا الجي ان اس ما بيحفظش الكونفيجريشن ديت الا اذا ضغطت سيف يا جماعه. يعني بعد ما بتخلص وتعمل دبليو ار، انت بتخلص تقعد تعمل كونفيجريشن وتيجي في الاخير في كل جهاز تيجي هنا تعمل كوبي ران ستارت. اظن انتوا عارفين يعني ايه كوبي ران ستارت، وهتكون ناسي ها، لحفظ الكونفيجريشن من الرام للنان فولوتايل. طيب كويس، فبتيجي هنا كمان تعمل كوبي ران ستارت، وبتيجي هنا كمان تعمل كوبي ران ستارت عشان تحفظ الاعدادات اللي انت عملتها. قبل ما تقفل يا ريت لو سمحت تضغط على الزرار ده، بيعمل ايه؟ سيف. لاحظ هنا ايه اللي هيتكتب تحت، لاحظوا. انتوا عارفين ان الجي ان اس بيعمل زي ما احنا عملنا، ودي بقى ايه، خد بالك انا كل شويه اجر رجلك، كل شويه اديك معلومات زياده عن الجي ان اس، كل شويه اديك معلومات، واخد بالك. الجي ان اس بيعمل ايه يا جماعه؟ لو بصينا كده، مش ده الملف اللي احنا حافظينه اهو، جي ان اس تيمب اول سيسكو لابس، مش هو ده المين لاب؟ مش هو ده المين لاب بتاعنا؟ لما تروح في المكان اللي انت حافظ فيه اللاب وتطلع هتلاقي فيه فولدر او مجلد كده اسمه كونفيجريشن، لو فتحته هتلاقي فيه مجموعه من التكست فايل. التكست فايل برانش واحد، برانش ايه ده، ايه ده، ده هو الجي ان اس عمل تكست، صح كده، عمل تكست زي اللي احنا كنا عاملينه، تمام كده. فانا عايزك سعادتك بعد ما نخلص وبعد ما تخلص الشغل اللي احنا عاملينه، قبل ما تقفل اللاب اضغط سيف، وبعد ما تضغط سيف ها، وبعد ما تضغط سيف ها، سيف كده هيجي لك هنا، هو يقول لك ايه، اقرا تحت كده ايه اللي مكتوب. بيقول لك انا حفظت الكونفيجريشن في تكست هيد كوارتر والسويتش واحد سويتش اثنين وبرانش واحد. اتاكد. يعني ايه اتاكد؟ روح على الفولدر ده كده وافتح برانش واحد كده. الله، ده هو عامل تكست زي اللي انا عامله. على فكره بعض الاجهزه هتلاقيه مش كده، يعني لازم تعمل كليك يمين، الجهاز بتاعك احيانا ممكن تلاقيه كده ما بيفتحش على طول تكست، فتروح اعمل له كليك يمين وتقول له اوبن ويز، افتح بس او فتح باستخدام، وبعدين تختار النوت باد، ها، تفتح كده وتقعد تدور على البرنامج فين هو النوت باد، النوت باد تختار النوت باد وتعلم علامه صح ديت وتقول له اوكي، عشان ايه بعد كده هو يفهم القصه دي، مش كل مره تقعد تعمل. عموما اللي انا عايز اوصل له ان السؤال جه كده، معلش انا دايما ايه هنتعود على الطريقه دي، معلش
دايما قبل ما ابتدي ادخل في الليسون او المحاضره الجديده هبدا كده بعض التساؤلات وبعض الملاحظات اللي بتجيني بحب اجاوب عليها، علشان ما حد يعني التساؤلات دي ما تقعدش تتسال كتير. يبقى موضوع الحفظ في الجي ان اس، معلش اضغط سيف هنا، وقبل ما تقفل كمان روح اتاكد من الفولدر اللي انت حفظت فيه الملف بتاعك او التوبولوجي او الرسم او الديزاين اللي احنا عاملينه، اتاكد من التكست هل الكونفيجريشن معموله ولا لا. واذا حابين اوريكم حاجه، بص كده قول سيسكو لابس من لابس، انا ادخل في الفولدر اللي انا حافظ فيه، في فولدر اسمه كونفيجريشن، هفتح كده مثلا هيد كوارتر، خلينا نكبرها كده. هتلاقي بص عامل انيبل سيكريت وكلوك تايم زون، وعامل الاي بي هوست عشان بدل ما بنك بالاي بي ابنك بالاسم، وعامل اليوزر اهوت، وعامل اللوب باك انترفيس. يا سلام، يبقى الاعدادات اللي انا عاملها حافظها هو ولا ما حافظهاش؟ حافظها. خلاص اقوم قافل وانا مطمن وخلاص. يبقى المره الجايه لما اجي افتح هيحمل لي الكونفيجريشن الحقيقه بكل بساطه. وزي ما قلت ما تنساش لما تيجي تشغل التوبولوجي، طبعا احنا متعودين، او انا قلت في الفيديو اللي قبل اللي فات ده او اللي قبله، انا مش عندي مركز الحقيقه لان الفيديوهات كترت دلوقتي، ان احنا بنبقى نطفي دول بعد ما بنخلص، وقبل ما تفتح الجي ان اس بنرجع نشغلهم تاني ونطفي اللوكال كل الكروت الحقيقيه، بنشغل بس كروت الفي ام وير اللي انا رابطها بالجي ان اس. ده بالنسبة للتساؤل الأولاني. التساؤل الثاني، لو تلاحظوا حتى انتوا يمكن سامعين صوت البروسيسور، شايفين البروسيسور عالي ازاي؟ خلينا كده نبص، شايف البروسيسور وصل 53 و49، البروسيسور هو على يمين الشاشة. السبب ايه يا جماعة؟ السبب ان احنا في خطوة احنا ما عملناهاش. هتقولي لا عملناها، انا عارف انت تقصد ايه، انا عارف ان انت عايز تدخلني على الكونسول وتقول له الاكزيكيوت تايم اوت، مش تخليه يفصل السيشن. انتوا فاكرين الاوامر دي ولا ابتديتوا تنسوا ولا ايه؟ احنا يا جماعه بنقول ان مفيش مشكله في البدايه، ساعات هتلاقي نفسك لما المعلومات بتكتر بتنسى. فلذلك انا نصيحتي لسعادتك لمعاليك تسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه، خد بالك مره واتنين. تقول لي بس معلش احيانا هتنسى كلمه، لكن في الاعاده افاده، ها، والتكرار زي ما قلنا بيعلم الشطار. فاسمع الفيديو مره واتنين وتلاته، يا سيدي بلاش ثلاث مرات، مرتين بس، اسمعه اكتر من مره علشان ما تنساش. اسمع الفيديو اكتر من مره علشان بعد كده اللي هيجي يسمع فيديو مثلا 12 على طول ده هيلاقي نفسه تايه، لازم يبقى سامع الفيديوهات اللي قبل كده. وزي ما قلت دايما وانت بتسمع معاك ورقه وقلم بتسجل، وزي ما قلت برضو لازم تعمل اللاب معايا خطوه بخطوه، ما تتنقلش الفيديو اللي بعده الا لما تبقى نفذت كل كلمه او كل حاجه عملناها في الفيديو اللي قبله، علشان بس تستفيد ما تضيعش وقت. في ملحوظه كمان مهمه خالص، انا الحقيقه مبسوط جدا يعني بالمتابعات وبالايميلات، الناس بتجيني، يعني انا اتفاجئت الحقيقه عندي ايميلات لناس من كل الدول العربيه يعني تقريبا، وبالعكس عندي ايميلات جايني من هولندا وفرنسا، ويعني ناس عرب الحقيقه عايشين هناك ومجالهم شبكات واستفادوا الحقيقه من الفيديوهات دي. فانا برضو باكد اهو، انا بخش على الفيديو بعد يوم اتنين تلاته بالكتير بلاقي مينيمم عدد المشاهدات 250 مشاهده. فاذا انا واثق وباكد عليكم تاني ان انا عندي 250 واحد بعد ما اخلص السلسله ديت، وده الدافع ليا الحقيقه ان انا استمر. انا اوعدكم ان انا استمر. ليه؟ في 250 واحد وافقوا على الشرط اللي انا اشترطته في البدايه، اللي هو انه زي ما بيسمع وزي ما هيستفيد هيبدا يفيد. يعني بمجرد ما نخلص السلسله دي او على الاقل المستوى الاولاني فيها اللي هو سي سي ان ايه، هيبقى هو بقى بروفيشنال خلاص، يعني خلاص بقى ممتاز جدا. وفي الكونفيجريشن هيبدا هو بقى ايه، يترجم مقالات، ينشر مقالات في مجله نتورك سيت، يضيف مواضيع، يعمل فيديوهات. اه يبقى انا اذا انا واحد اهوت عملت 250 واحد هيفيد مجال الشبكات باللغه العربيه، والا يبقى انت بقى ايه نقصت بوعدك. ها احنا اتفقنا في البدايه ان في ثمن للفيديوهات ديت، اوعى تنسى، وهدني اذكر بيه دوما دوما. وانا مش عايز اقول لكم يعني اللي مش هيوفي بوعده، يعني مش عايز اقول ربنا مش يبارك له، يعني مش عايز اقولها يعني، لكن احنا عندنا عهد ووعد امام الله تبارك وتعالى. ربنا شاهد عليك يا اخي، ربنا شاهد عليك ان انت لازم الحقيقه ايه تقضي الدين زي ما انا بعمل اهو، باخد من وقتي وجهدي، ربنا وحده اعلم يعني انا مضغوط قد ايه، ويعني ما عنديش وقت للتسجيل، لكن انا يعني مش عايز اقول لكم انا عيان دلوقتي مريض وبسجل فيديو. الله المستعان. طيب
وصلنا فين؟ وصلنا الملحوظة التانية. الحقيقة النهاردة زي ما قلت ملاحظات كده بقولها ايميلات بتجيني تساؤلات وبحب اجاوب عليها في الفيديوهات. انا بجاوب طبعا على الايميل على طول، يعني بيبعت لي ايميل او بيسالني على الفيسبوك على طول في نفس اللحظه، يعني بكتير قوي ما بيعديش يوم الا اكون جاوبت على التساؤل بتاع الشخص الا يعني ما نادر يعني. لكن احيانا في بعض التساؤلات مهمه فبحب اذكرها في الفيديوهات عشان الناس تبقى معايا على نفس الخط يعني. الحقيقه التساؤل الاولاني اللي احنا جاوبنا عليه ان مساله الحفظ، انه بيقفل اللاب بعد ما بيخلص وبعدين يجي يشغله مره تانية ويفاجئ ان الراوترات دي ما حفظتش الكونفيجريشن، فانا قلت حلها ايه. الحاجه التانية او التساؤل التاني، واحد بيقول لي الحقيقه انا عملت الاي دي البي سي تمام، ويعني عملت الحاجات اللي انت قلت عليها، بس لسه برضو اول ما بشغل الجي ان اس بياخد رامات عاليه من البروسيسور، ورامات عاليه. هقول لك على حاجه، الحقيقه احنا لو تفتكر احنا قلنا ان الراوترات دي عملنا لها كونفيجريشن داخل الكونفيجريشن اسمها الاكزيكيوت تايم اوت، اللي هي ايه؟ لما قلنا لما بندخل كده على اللاين كونسول زيرو بنعمل حاجه اسمها نو اكزيكيوت تايم اوت، صح؟ او كنا بنعملها كده اكزيكيوت تايم اوت زيرو مسافه زيرو. مين يفتكر الامر ده بيعمل ايه؟ على فكره الامر ده هو مكافئ للامر ده عادي، ده هو ده. بس الامر ده مين يفتكر بيعمل ايه؟ ايوه يا سلام عليك كده، في ناس من بتابعه اهي. الامر ده بيخلي السيشن ما بتفصلش زي السكرين سيفر، انا لازم اعمله. لما بعمل الامر ده الحقيقه الراوتر ما بيقعدش يطلع بره السيشن ويرجع تاني، فده بالحقيقه بياخد كتير من البروسيسور. فلو تفتكر احنا عملنا الجزئيه دي لمين؟ للراوترات، صح ولا ايه؟ احنا عملناها لكن هل عملناها للسويتشات الثلاثه دي؟ لا ما عملناش. فتحس ان صحيح ان اخترت ايدل بي سي لان برضو السويتشات دي كل شويه تنزل الميموري وبعدين ياخد عالي كده، فانا بس فتحتها كده دلوقتي عشان اعمل الحته دي بس. هتلاحظ اهو انتوا واخدين بالكم السيشن فصلت، شايفين؟ فصلت شويه وبعدين ايه ضغطت انتر رجع بدا تاني. خد بالك انا هكتب انيبل اهو كونفيجر تي وهعمل اكزت، انا بس هوريكم ان فعلا لما بدخل وافتح السيشن هيبتدي الاداء بتاع البروسيسور او الجزء المتاخد من البروسيسور يقل شويه. انيبل كونفيج تي اكزت عمال يقل اهو، لاحظ اهو. هروح كمان على الجهاز الثالث، شو خد بالك لما السيشن دي بتفصل الراوتر ده بياخد كتير من البروسيسور. انيبل كونفيجر تي اكزت، شايفين كده؟ فهي قلت اهي. لو سبته شويه، السويتشات دي هيرجع تاني يقطع السيشن. طب الحل ايه؟ يا سلام عليك كده، ندخل نعمل كونفيجر تي وندخل على اللاين كونسول زيرو ونخليه ما يفصلش خالص. ازاي؟ نو اكزيكيوت تايم اوت، اوكي كده. اند دبليو ار اللي هي كوبي ران ستارت، اند عشان نطلع مره واحده تاني. ها كونفيجر تي لاين كونسول زيرو، اسف خلينا نعملها الثانية اكزيكيوت تايم اوت زيرو مسافة زيرو، ممتاز كده. اند دبليو ار تاني كونسول زيرو اكزيكيوت تايم اوت اند دبليو ار. ها برضه ما تنساش انا لسه قايلها الملاحظه اهو، صحيح انا عملته دبليو ار بس ما يمنعش لو ضغطت سيف هنا علشان يحفظ الاعدادات. ولو عايز تتاكد، ها تعالوا كده نتاكد، انا بس بحب اطبق لكم الحاجه واوريها لكم بنفسي اهو. خلينا نخش السويتش مثلا بتاع برانش واحد كده، خلينا ننزل تحت كده، هي بتبقى موجوده تحت الكونسول، شايفين لاين كونسول اهي بقت فيها ايه؟ اكزيكيوت تايم اوت 00. خلاص كده هو كده السيشن مش هتفصل ومش هيرجع ياخد بروسيسور تاني. خلاص تقدر بعد كده خلاص الثلاثه دول ما لهمش لازمه دلوقتي، اللي هي السويتشات، السويتش بتاع الهيد كوارتر. خلينا نقفل بس هو كده مش هيفصل والبروسيسور مش هيرجع ياخد تاني. حتى لو تلاحظ انت في التسجيل ساعات بتبقى سامع صوت المروحه بتاعه الجهاز، لكن دلوقتي تلاحظ انك مش سامع حاجه. ممتاز، نبدا بقى النهارده في موضوعنا بعد مجموعه الملاحظات اللي انا قلتها ديت. بسم الله. الحقيقه ايه موضوع محاضره النهارده؟ يعني انا دايما احب ادي العنوان، يعني لازم المحاضره يبقى ليها عنوان. المحاضره النهارده اسمها ستاتيك روت، حتى لو جبنا المذكره احنا متفقين ماشيين طبعا على المذكره اهي،
اسمها ستاتيك راوتينج او ستاتيك روت. ايه قصه الاستاتيك روت؟ خليني قبل الحقيقه ما ابدا اتكلم في الاستاتيك روت، يعني اخليك انت لوحدك تطلب الاستاتيك روت، اخليك انت لوحدك تتوقع يعني ايه هو الاستاتيك روت. وانا الحقيقه نهيت بالكلام ده او باشاره زي كده في الفيديو رقم 10 الحقيقه، نهيته باشاره الى الموضوع ده، لكن انا برجع عيد الاشاره عشان نربط المواضيع، يبقى في تسلسل سلسله كده كله مربوط ببعضه والموضوع ماشي بتسلسل منطقي وطبيعي. يا جماعه البيزك كونفيجريشن اللي انا عملتها اللي انت لو حابب تشوفها خلينا نشوفها كده اهي، شو ران، ها، عشان اشوف الكونفيجريشن اللي موجوده فين في الرام. هتلاحظ ان انا عملت اسم للراوتر، عملت شويه مجموعه من الباسوردات، عملت اي بي هوست عشان لما اجي ابنك بالاسم بدل، عملت يوزر نيم، شغلت لوب باك انترفيس وعرفنا يعني ايه لوب باك انترفيس اللي هو البورت الوهمي وعرفنا فوائده وهنشوف ليه فوائد الحقيقه جميله جدا. بالمناسبه كانوا سالوني يعني ايه لوب باك انترفيس وايه فائدته على الحقيقه المدونه اللي اسمها ايه دي؟ الانسر اللي هي ساحة النقاشات اللي المهندس أيمن عاملها الجديدة الحقيقة. الولد ده يعني بيفاجئنا كل شوية بحاجة جديدة مش عندنا يعني ملاحقين عليه، اللي هي اسمها ان ان دوت دوت نت. لو دخلت الحقيقة على اللينك دوت هتلاقي عبارة عن ساحة للنقاشات. الساحة دي عبارة عن ناس بتطرح أسئلة وناس بتجاوب، ناس بتطرح أسئلة، ودي من الحاجات على فكرة مشهورة جدا على مستوى المنتديات العالمية والمتخصصة في حاجات زي الشبكات، حتى سيسكو نفسها عندها حاجة زي كده. يعني احنا يعني بدأنا يعني نعمل حاجات زي سيسكو بس بالعربي والعربي. فأنت لما تخش على الحقيقة دوت هتلاقي فيه كانوا بيسألوا الحقيقة على اللوب باك وإيه هو فايدته وكده، وأنا الحقيقة عملت مشاركة ورديت على على هذا التساؤل. مش قصتنا دلوقتي، المهم فانا بقول لسعاده سياده حضره جنابك ان دلوقتي انا عملت شويه بيزك كونفيجريشن، شغلت الانترفيسز. طب ايه اللي ناقص؟ يعني انا يعني خلصت البيزك كونفيجريشن دلوقتي؟ لا، الحقيقه انت خلصت الجزء الاولاني من البيزك كونفيجريشن بتاعه الراوتر. وانا تاني باكد على حته قلناها زمان ان السويتشات محتاجه بيزك كونفيجريشن، لا هي اجهزه عباره عن بلج اند بلاي، مجرد ما تركبه وتوصله كهرباء هو اشتغل، مش محتاج اي كونفيجريشن. السويتش ما بيحتاجش كونفيجريشن الا في حالات خاصه مش سبيشال كيس، لكن الراوترات الحقيقه بتحتاج جزئيه كبيره جدا من البيزك كونفيجريشن. احنا خلصنا نصها. هتقول لي لا احنا خلصناها كلها، اقول لك لا خلصنا كلها. والدليل على كده انك لو جيت تبنج من هنا من اكس بي 2 للسيرفر قلنا مش هتقدر، صح ولا ايه؟ ها، خد بالك انا النهارده في نهايه الليسون، في نهايه الليكتشر المحاضره ديت، هضيف الجهاز اكس بي تي اكس بي 2 للدومين وهضيف اكس بي 3، يعني هيبقى في كونكشن بينهم وهبنك دلوقتي الدنيا هتبقى يعني جميله خالص. تاني يا جماعه عشان ما نتوهش بس من بعض، انا عايز اقول ايه؟ انا قلت ان موضوع محاضره النهارده اسمها ستاتيك روت. ايه الموضوع ده؟ انا بقى حابب ادي مقدمه عشان اخليك انت تستنتج الموضوع لوحدك. الموضوع ده عباره عن ايه؟ اتفقنا ان انا لو جبت راوتر، الراوتر ده لو لسه البورتات بتاعته ما اشتغلتش وجيت انا ادخل عليه كونسول، طيب خلينا نشغله بس الاول، اسف، لو جيت ادخل على الجهاز ده كونسول وكتبت الكوماند اللي انتوا لو تفتكروه اسمه ها شو اي بي روت، كان بيعمل ايه ده؟ اه احنا اتفقنا ان وظيفه الراوتر هي ايه؟ الراوتنج، يعني لما يجي له باكت من شبكه عايز يروح لشبكه ثانيه يوجهه، صح ولا ايه؟ يعني 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 الجهاز اكس بي 2 لما يبعت رساله للسيرفر بيكلم السيرفر، فالرساله دي هتمشي ازاي؟ اهو ده الطريق. هو المشكله بس ان الباكت ديت لما توصل للراوتر هتقول للراوتر امشي ازاي، واحيانا بيبقى عند الراوتر ده اكتر من طريق، 5 6 10 طرق، فيقول له انت عايز تروح لفين؟ يقول له عايز اروح للسيرفر، يقول له هو الاي بي بتاعه كام؟ يقول له الاي بي بتاعه 192.168.1.1، يقول له خلاص امشي من الطريق ده. طب ازاي الراوتر عرف ان هذا الطريق او هذا الانترفيس اللي هو اسمه سيريال 1/0 هو ده اللي هيوديه للشبكه؟ عن طريق ان عنده جدول يا جماعه، جدول. الجدول ده موجود فيه كل الشبكات، موجود فيه ايه؟ كل الشبكات اللي موجوده على مستوى الرسمه دي او على مستوى الشبكه بتاعتك، كل الشبكات
ها؟ طيب. طيب انا عايز اشوف دلوقتي الراوتنج تيبل بتاع الباشا الجديد ده. الامر قلنا اسمه شو اي بي روت. هتلاحظ حاجه ان الجدول ده زي ما قلنا ايه، ها، فاضي. ليه فاضي؟ الراوتر ده يا جماعه الدنيا عنده مظلمه، ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. اولا لا عنده انترفيسز اشتغلت، ممكن يبقى عنده انترفيس بس مش شغاله، يعني الانترفيسز الى الان ولا واحده شغاله، فهو مش شايف شبكات خالص، تمام. لكن بعد ما عملنا الجزء الاول من البيزك كونفيجريشن اللي هو الاعدادات الرئيسيه، لما جينا على الراوتر ده وشغلنا الانترفيس دي وديناها اي بي ادرس ونشط ده ونظبطنا الدنيا وديسكريبشن وكده، ايه اللي حصل؟ الراوتر ده لوحده اللي هو برانش 1، لو جينا مثلا نشوف برانش 1 وجينا نقول له شو، انا لسه عاملها من شويه بس خلينا انزل كده شويه، شو اي بي روت، هتلاحظ ان الراوتر ده عارف ثلاث شبكات. مين هم الثلاث شبكات؟ اول حاجه اللوب باك، احنا قلنا اللوب باك ده عباره عن بورت وهمي، كانها شبكه عنده وهميه كده، ها، دايما يرسموها بخط كده وطلع زي عكاز كده، ها. طيب ال 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 تمام. الشبكه الثانيه اللي هو عارفها اللي هي الشبكه 2 اللي هي بينه وبين راوتر الهيد كوارتر. الشبكه الثالثه اللي عارفها اللي هي الشبكه 3 اللي نازله على الجهاز اكس بي 2. طب عرفهم ازاي؟ عرفهم لوحده. ازاي لوحده؟ بمجرد ما انت دخلت على الراوتر وجيت على الانترفيس واديته اي بي ادرس وعملت له نو شت داون، عرف الشبكه دي، لان هو لوحده، مش لوحده لوحده، يعني انت يعني ضمنيا عرفته بيها. ازاي ضمنيا؟ لان انت مجرد ما قلت له انت الانترفيس بتاعك ده ليه الاي بي ده كذا، فهو عرف ان هو شايف في هذا الاتجاه الشبكه الفلانيه، فهو عرف الشبكه لان عنده بورت ينتمي الى تلك الشبكه، فهو عرف كم شبكه، ها ها، ثلاث شبكات، ممتاز كده. هتقول لي لا شبكتين، لا ثلاثه، هي الشبكه ديت اللي هي بين الراوترين البرانش 1 والهيد كوارتر، والشبكه اللي تحت اللي نازله على الاكس بي 2، وكمان عرف اللي هي اللوب باك لان اللوب باك كانه انترفيس عنده، تمام كده. طيب مين يقول لي الهيد كوارتر هلاقي عارف كام شبكه؟ واحد بيقول لي ثلاثه، واحد بيقول لي اربعه، صح اربعه. ليه؟ شو اي بي روت، ها، هتلاقي ان الجهاز الراوتر ده عارف كام شبكه؟ اربع شبكات. الشبكه الاولانيه اللي هي اللوب باك، يا سلام، وده الفرق بين اللي قال ثلاثه واربعه. اللي قال ثلاثه بص على الفيزيكال كده قال لك والله دي واحد اثنين ثلاثه، اللينك بين الهيد كوارتر برانش واحد ادي واحد، اللينك اللي بين الهيد كوارتر برانش 2 ادي اثنين، اللينك اللي نازل تحت على الشبكه اللي هي دوت واحد ثلاثه، ونسي اللوب باك. فخد بالك، خد بالك موضوع ما تنساش اللوب باك ده لان دي جزئيه مهمه خالص. فعارف اربع شبكات. لو الراوتر برانش 2، ها، هنلاقيه عارف كام؟ ممتاز كده، شو اي بي روت، ثلاث شبكات فعلا دايركت كونكتد بي. اتفقنا؟ خلينا نقعد نترجم شويه في الجدول. الجدول ده الحقيقه هو جدول فعلي بس ما فيهوش خطوط، يعني جدول، هو جدول. الجزء الاولاني من الجدول ده او العمود الاولاني مكتوب فيه سي. يعني ايه سي؟ الرموز دي محلوله هنا يا جماعه، حلها هنا، ها، اللي هو الرموز اللي بتيجي دايما في الاول دي. على فكره الرمز ده بيقول لك انا عرفت الشبكه دي ازاي، طريقه معرفتي للشبكه، يعني السورس او الاورجينيت، يعني دي منبعها ايه، انا عرفت الشبكه دي منين. لو كتب لك سي يبقى هو عارف الشبكه دي لوحده. ليه؟ لان عنده بورت متصل بيها اللي احنا بنسميها الكونكتد. حتى تلاحظ بيقول لك كده اهو، انا مثلا عارف الشبكه 192.4. ليه؟ لان انا دايركت كونكتد بيها، موصل بيها بشكل مباشر. يعني ايه؟ يعني بيقول لك عندي البورت بتاعي فاست زي سي، مع اسف، سيريال 1.1 موصل بالشبكه دي. فعلا انا فين دلوقتي؟ في برانش 2. هل برانش 2 متوصل بالشبكه 4 عن طريق سيريال 1.1؟ فعلا اهو برانش 2 متوصل بالشبكه 4 عن طريق البورت اللي هو اسمه سيريال 1/1. يا سلام كده. تاني انت عايز توصل لايه يا عم عادل؟ لان انت توهتني كده معاك. لا انا ما توهتكش ولا حاجه، انا عايز اقول لك ان الراوتر ده ببساطه خالص عشان يقوم بوظيفته لازم يبقى عنده راوتنج تيبل، والراوتنج تيبل ده عشان يبقى مظبوط لازم يحتوي على كل الشبكات اللي موجوده في التوبولوجي او في الديزاين او في الشبكه بتاعتك. تاني، الراوتر ليه قلب، قلبه اللي بينبض اللي من غيره يموت، قلبه ده هو الراوتنج تيبل، الجدول اللي موجود فيه كل الشبكات، عشان لما الراوتر يجي له اي باكت عايز يروح لاي شبكه يقول له عايز يروح للشبكه الفلانيه، يقول له طب انتظر لحظه، يرجع يبص على الجدول. اول ما يبص على الجدول هيلاقي الشبكه، اول ما يلاقي الشبكه دي يبص الشبكه دي فين، اوصلها ازاي كده، اوصلها بالطريق الفلاني او من خلال البورت الفلاني، يرجع يروح للراجل اللي بيستفسر، هو المسج او الرساله او الباكت اللي بتساله، يقول له طيب تمام اطلع من هنا هتوصل للوجهه او للديستنيشن اللي انت عايز توصل لها.
تمام كده؟ طيب الراوتينج تيبل الان مظبوط يا جماعه؟ لا مش مظبوط. وهتقول لي مظبوط، هتقول لي لا مظبوط، اقول لك لا مش مظبوط، وانا مصمم انه مش مظبوط. ليه؟ لان برانش واحد عارف كام شبكه؟ ما يعرفش غير الاثنين دايركت كونكتد واللوب باك. لكن هل برانش واحد يعرف الشبكه واحد او اربعه او خمسه؟ لا ما يعرفهمش. ليه؟ انهم مش دايركت كونكتد بيه. طب الهيد كوارتر ما يعرفش غير اربعه وما يعرفش ثلاثه ولا خمسه. البرانش 2 كذلك، البرانش 2 يعرف كام شبكه يا جماعه؟ اربعه وخمسه واللي هي اللوب باك. لكن هل يعرف واحد او اثنين او ثلاثه او حتى يعرف اللوب باك اللي موجوده في الراوترات الثانيه؟ لا. طب ما انا عايز اعمل الحته دي. هو ده الجزء الثاني على فكره من الكونفيجريشن. يبقى الجزء الثاني من الكونفيجريشن، ركز بس، الجزء الثاني من الكونفيجريشن اللي احنا عايزين نعملها، من الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن اللي احنا عايزين نعملها عشان الدنيا تشتغل. ما احنا عندنا هدف دلوقتي، تارجت عايزين نوصل له، اللي هو ان احنا نبنج من اكس بي 2 للسيرفر يبنج، ومن السيرفر لاكس بي 1، ومن اكس بي 1 يعني كل الاجهزه دي تبنج على بعض، يبقى الفروع كلها شايفه بعض. دي الحد الادنى عشان الشبكه تشتغل. مش هو ده البيزك كونفيجريشن؟ مش احنا عرفنا البيزك كونفيجريشن بان هي الحد الادنى من الاعدادات عشان الشبكه تشتغل؟ احنا خلصنا منه جزء، لكن بعد ما خلصنا الجزء ده اكتشفنا ان برضه لسه الشبكه مش شغاله، واكتشفنا ان الشبكه لسه مش شغاله ليه؟ لان عرفنا ان الراوتنج تيبل اللي في الراوتر لسه مش كامل. صح؟ عايز يتكمل. طب هكمله ازاي؟ عشان تكمل الراوتنج تيبل، يعني ايه تكمله؟ تبدا تعرف الراوتر بالشبكات الاخرى التي لا يعرفها، او الشبكات اللي هو مش قادر حتى يعرفها لان هي مش دايركت كونكتد بيه. علشان تعمل الخطوه دي عندك طريقتين، ستاتيك ودايناميك. ستاتيك الطريقه الاولانيه، دايناميك الطريقه الثانيه. ستاتيك يعني ايه؟ ستاتيك يعني هتبدا مانيوالي بايدك تدخل على الراوتر اللي في برانش واحد وتقول له بص يا سيدي انت عارف كام شبكه؟ يقول لك انا عارف 2 و3 واللوب باك اللي هو 10. تقول له انت بص يا سيدي لسه لك شبكه 1 و4 و5. طيب انا هبدا اعرفك، انت بتقول له كده عن طريق كوماند، هتكتب له كوماند تقول له في شبكه، تقول للبرانش واحد في شبكه اسمها 192.168.1، وعشان توصل لها اطلع من البورت ده وتبدا تعرفه بالشبكه 4، تقول له كمان في شبكه اسمها كذا اطلع من هنا، وتبدا تعرفه بايدك بالشبكات الاخرى بايدك. دي بنسميها طريقه ستاتيك، مانيوالي بتتعمل بالايد، ودي الادمنستريتور هو اللي بيعمل الخطوات دي. الطريقه الثانيه دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ خد بالك الستاتيك مش هنا بس، هتضطر تدخل على الراوتر ده كمان وتعرفه بالشبكات اللي ما يعرفهاش اللي هي كام؟ 3 و5، ممتاز. وتدخل على برانش 2 تعرفه بالشبكات اللي ما يعرفهاش اللي هي كام؟ ها؟ 1 و2 و3، وكمان اللوب باك اللي هي 1 واللوب باك اللي هي 10، مش تعتبر شبكات برضو؟ فهتبتدي تكتب الحقيقه الكلام ده، هتدخل على كل راوتر وتعرفه بالشبكات الاخرى اللي مش دايركت كونكتد بيه علشان الراوتنج تيبل بتاعه يكتمل. والحقيقه هو ده موضوع النهارده اللي هو الاستاتيك روت. ازاي انا ابني راوتنج تيبل اكمله، يعني اقصد او اكمله وابنيه ها وتشتغل الشبكه. هنعمل هو ده موضوع الليكشر النهارده، ان انا اعمل الكلام ده بايدي كونفيجريشن. لكن في طريقه اخرى اللي هي الدايناميك. ايه الفرق؟ الدايناميك واضح من اسمها ان في حد هيقوم بالوظيفه دي بالنيابه عني، اللي هو بروتوكول. البروتوكول اللي هيقوم بالوظيفه دي بالنيابه عني مجرد ان انا هشغل البروتوكول هنا وشويه كونفيجريشن برضو كده، وابتدي اقول له ايه؟ انت اشتغل هنا مثلا. هنفترض بس البروتوكولات دي طبعا انواع وليها تفصيلات وليها وظائف وفي فروق بينها، يعني قصه كبيره خالص، ودي برضه هتبقى لسه في البيزك كونفيجريشن المرحله الثانيه، لان احنا قلنا ان الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن انا ممكن اعمله يا اما ستاتيك يا اما دايناميك. صح؟ هشرح النهارده الاستاتيك واحاول اخلصه، يمكن ياخد محاضره او يمكن ياخد اثنين، وبعد كده هرجع احل الواجب، لان احنا اتفقنا ان المذكره ديت فيها كوماند وبعد كده مثال، فانا هشرح الاول الكوماند كلها وبعدين نبدا نحل المثال في فيديو لوحده. هسيبك الاول اديك فرصه تعمل الواجب وبعد كده احله لك انا، وبعد كده ارجع اكمل. لسه ما انا عملته ستاتيك، لكن في طريقه اخرى اللي هي الدايناميك، وبرده ده يبقى لسه انا في الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن. واضح يا جماعه ولا الدنيا ملخبطه؟ تاني، الجزء الثاني من البيزك كونفيجريشن ان انا ابني جدول التوجيه اللي هو الراوتنج دي. ده بس الجزئيه اللي باقيه لي. عشان ابنيه عندي طريقتين، ستاتيك ودايناميك. بعد ما اخلص الاستاتيك والدايناميك يبقى انا خلصت البيزك كونفيجريشن. بس مش معنى كده ان هم محاضره ولا اثنين، ده ممكن الراوتنج بروتوكول اللي هي اللي هتقوم بعمليه بناء جدول التوجيه دايناميك، اللي هي البروتوكولات ديت ممكن تاخد لها 10 12 15 يعني موضوع كبير يعني. تمام كده؟ طيب
فاحنا عشان نبني جدول التوجيه ده عندنا طريقتين، الاستاتيك وفهمناها مختصرا كده، والا هي دي موضوع النهارده يمكن يقعد ساعه لوحده. الطريقه الثانيه اللي هي الديناميك. الديناميك يعني ايه؟ هتشغل هنا بروتوكول وتشغل هنا بروتوكول، نفس البروتوكول تشغل هنا نفس البروتوكول، ويبدا الراوترات دي تكلم بعض. ازاي؟ هيبدا الراوتر ده في بروتوكول شغال، هيبدا الراوتر البروتوكول اللي في البرانش واحد يكلم الهيد كوارتر يقول له السلام عليكم، وعليكم السلام، وتعرفوا على بعض، ويعملوا بنسميها ريليشن شيب، علاقه كده، ونيبر علاقه جوار يعني، ويبقوا جيران، ويبداوا ايه يتبادلوا المعلومات. ده كله بالنيابه عنك انت، كل اللي هتعمله هتشغل هنا الراوتنج بروتوكول بشويه كونفيجريشن. هتشغله ازاي؟ هي مش مجرد بس انك تقول له انيبل يعني كده، لا لا مش مجرد تفعيله، لا في شويه حاجات يعني. لكن عموما بشكل مختصر دلوقتي هتفعل هنا الراوتنج بروتوكول، وترجع تفعل هنا نفس الراوتنج بروتوكول، وتفعل هنا نفس الراوتنج بروتوكول، وهيبدا البروتوكول ده اللي موجود على برانش واحد يكلم الراوتنج بروتوكول الموجود على الهيد كوارتر، والهيد كوارتر يكلم الراوتنج بروتوكول الموجود على برانش 2، يبداوا يكلموا بعض، يقولوا لبعض ايه السلام عليكم، عليكم السلام، وتعرفوا على بعض، وينشئوا علاقه صداقه جوار كده، ويبداوا يتبادلوا المعلومات. فالراوتنج بروتوكول اللي هنا يقول لي ده انا عندي شبكه اسمها 2 وشبكه اسمها 3 وشبكه اسمها 10، دول الشبكات اللي انا عارفهم، يبعت له يقول له كده، يقول للراوتنج بروتوكول الموجود في الهيد كوارتر كده، يقول له الهيد كوارتر والله جزاك الله خير، انا صحيح كنت عارف 2 بس انت اديتني معلومتين جداد مهمين جدا اللي هم 3 و10، وعشان كده انا هقوم معاك بجميل يعني، هرد لك الجميل. على فكره انا عارف شبكه، ده هنا الراوتنج بروتوكول هنا بيتكلم دلوقتي، هقول له انا عارف شبكه 2 و4 و1، وعندي كمان لوب باك اسمها 1، يقوم يقول له ده والله انت برضو يعني عملت معايا جميل كويس، لانك عرفتني بالشبكه 4 و1 و1 اللي هي 192.1.1.1.1 اللي هي اللوب باك، وانا ما كنتش اعرفه. ويحصل نفس الحوار ونفس النقاش بين ده، في الاخر هتلاقي ان كل راوتر عارف جميع الشبكات. والحقيقه ان الراوتنج بروتوكول لو رجعنا هنا تاني كده، شايف الراوتنج بروتوكول، شايفين يا جماعه دي الطريقه الاولانيه اللي هو عارفها لوحده دايركت كونكتد. اس يعني ايه؟ ستاتيك، يعني اول ما تلاقي هنا مكتوب اس وقصادها شبكه، يبقى الشبكه دي الراوتر عارفها ازاي؟ اس. يعني ايه اس؟ ستاتيك يعني الادمنستريتور او سعادتك اللي عرفتها له، صاحب الجهاز او الراجل المسؤول عن الجهاز هو اللي عرفها له. لكن لو لقيت ار، كل الرموز دي بقى اللي باقيه بتاعه الراوتنج بروتوكول. ده اذا يدلك ان الموضوع كبير. شايفين الاستاتيك؟ لكن شايفين الراوتنج بروتوكول؟ ده احنا عندنا ريب و اس بي اف و اي جي ار بي و اي اس تو اي اس، يعني قصه. وكل بروتوكول ليه تفريعات وتفاصيل، ودول بروتوكولات بنسميها الانترنال، وفي الاكسترنال، يعني في قصه كبيره كبيره هنا، واحنا هنحاول ان شاء الله نغطيها برضو مع نفس زي ما اتفقنا. انا في حاجه بتحجبني اهو عشان ما توسعش، اللي هي المذكره، وهنمشي عليها بفضل الله وان شاء الله نغطيها وما يبقاش فيها مشكله. وبعد كده نتنقل للمستوى اللي بعده، وهيبقى مستوى ان شاء الله بروفيشن، يعني هتتبسطوا فيه خالص. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ خليني كده الخص تاني، الخص اللي انا قلته ببساطه خالص. انا جاي النهارده او عنوان المحاضره ستاتيك راوتينج، او التوجيه الثابت او الساكن. المعلومات من المعلومات المهمه اللي الراوتر بيعتمد عليها علشان يشتغل الراوتنج تيبل، وهو ده السبب ان الشبكه بتاعتنا الى الان ما اشتغلتش. انا بلخص اهو اللي قلته. فالراوتنج تيبل مش كامل عندنا في الشبكه بتاعتنا. طب انا عايز اكمله. فالراوتنج تيبل عشان اكمله وابنيه، قبل ما ابنيه هو لازم يحتوي على ايه الاول؟ لازم يحتوي على جميع الشبكات اللي موجوده عندي، سواء رئيسيه او فرعيه، جميع الشبكات والنتورك اي دي بتاع الشبكه دي، بحيث لو جاله باكت او رساله من جهاز عايزه توصل لجهاز اخر، هي دي وظيفته في الحياه، والا لو ما قامش بيها يبقى ملوش لازمه. فانا علشان ابني هذا الجدول، وعلى فكره الجدول ده بيبقى محفوظ في الرام. ها؟ وفي مقاله ليا في نتورك سيت كانت عن الموضوع ده. عموما عشان ابني هذا الجدول، علشان ابني هذا الجدول عندي طريقتين، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك. الاستاتيك ان انا هعمل الجدول ده بايدي انا. انا مين؟ انا الادمنستريتور، مسؤول الشبكه او مسؤول عن هذا الجهاز، انا اللي هعمله. وعشان تبقى عارف، الاستاتيك بتستخدم بس في حاله الشبكات الصغيره، لان الطريقه زي ما هنشوف صعبه جدا. اذا كان عندك 50 60 شبكه هتدخل على كل راوتر تكتب فيه 50 سطر ولا اكتر، فهنشوفها. واحد يقول لي طب طالما هي بتستخدم في الشبكات الصغيره، والنهارده ما فيش شبكات صغيره، كل الشبكات كبيره، ليه بنشرحه؟ هتعرف ان صحيح ان هو ما بيستخدمش غير في الشبكات الصغيره، او في سبيشال كيسز، في حالات خاصه لازم تستخدم فيها الاستاتيك روت، هنشوفها النهارده. يبقى تاني طريقتين لبناء الجدول، التوجيه الاستاتيك او الاستاتيك روتنج،
وده هتعمله بايديك انت مسؤول الشبكه، وبيستخدم في حاله الشبكات الصغيره، لكن في حالات الحقيقه لازم نستخدمه فيها سواء الشبكه صغيره او كبيره. بالعكس في بعض البروتوكولات الكبيره الضخمه زي البي جي بي زي ما هنشوف ان شاء الله في المستويات اللي بعد كده ما بيقدرش يشتغل لما تشغل له حاجات زي الاستاتيك راوتينج. عندي طريقه ثانيه اللي هي الدايناميك راوتينج، وهي ان انا هعمل الراوتينج تيبل بس عن مش بايدي، هشغل بروتوكول والبروتوكول ده هو ايه اللي هيعمل القصه دي. زي ما قلنا البروتوكول ده زي ايه؟ زي الريب والاو اس بي اف والاي اتش ار بي والاي اس او اي اس والحاجات دي. وعشان اشوف جدول التوجيه او الراوتينج تيبل بتاعي بعمل كوماند اسمه ايه؟ مين فاكر؟ شو اي بي روت. تمام كده؟ طيب الحقيقه برضو من ضمن النصايح اللي انا عايز اقول عليها قبل ما نشتغل، دايما عشان تطمن على جهازك وخصوصا في بدايه تشغيله ممكن تروح تبص على التكست زي ما قلنا، وممكن تعمل شو اي بي ها انترفيس بريف. مين يقول لي طبعا الامر ما بيكتبش كده، انا دي شورت كات، احنا خلاص بقينا حريفه دلوقتي. شو اي بي انترفيس بريف هيوريك البورتات بتاعت الجهاز بشكل مختصر ملخص كده عن البورتات. هتلاحظ ان انت في الهيد كوارتر عندك كام بورت شغال؟ اوعى تقول لي 3، 1 2 3، وفي واحد مش ظاهر في الرسم اللي هو اللوب باك، صح كده؟ لازم تلاقي البورتات دي كلها ايه؟ اب 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 اب، وطبعا قلنا ايه الفرق بين اب اب وادمنستريتفلي داون وكده، 4 اب. طيب خلينا نشوف الجهاز الثاني اللي هو البرانش 1 شو اي بي انترفيس بريف، ها عندنا كام واحده شغاله؟ 3. تمام كده البرانش 2، انا بس بتاكد ليه ان دلوقتي لا شو اي بي انترفيس بريف، انا هعمل شغل، فالشغل ده اذا كان صح الشبكه هتشتغل. ما انا مش عايز بعد كده، دي من الحاجات اللي تساعدك انك تبقى عارف الخطا فين، انك لما تخلص حته تتاكد منها. يعني انا خلصت الجزئيه الاولانيه اللي هو عملناها في الفيديوهات اللي فاتت، فبشيك عليها قبل ما ابدا في الكونفيجريشن بتاعه الاستاتيك روت. نخش بقى في الموضوع لان الحقيقه كده ايه المقدمه طولت خالص. معلش حتى الفيديو ده لو طول هوقف انا عند ساعه وارجع اكمله فيديو تاني ويتنشروا الاثنين كلهم في وقت واحد، لكن انا عايز اقول يلا بقى نعمل الكونفيجريشن. بصوا يا جماعه عشان اعمل الاستاتيك راوتينج خلينا نمشي مع المذكره ببساطه خالص. هناخد بس اول اثنين كوماند. ممتاز، هم دول اللي انا عايزهم. بيقول لك الكوماند او الامر اللي بيمكنك انك تضيف مسار هو ده الامر اسمه اي بي روت. خلينا نشوف كده ببساطه خالص. هرجع تاني ااكد على نقطه قلتها. نبدا بمين طيب؟ ايه رايكم نبدا بمين؟ نبدا بالبرانش واحد؟ يلا ابتدينا. فانا هعمل حاجه كده بسيطه، هروح على برانش واحد وهصغره كده عشان نبقى الدنيا ايه واضحه قدام. هاجي كده ببساطه خالص هعمل شو اي بي روت. هبتدي ابص الراوتر ده الراوتنج تيبل بتاعه في مين؟ لقيت فيه الثلاث شبكات دول. سي يعني دي شبكه دايركت كونكتد بالراوتر دوت، شبكه دايركت كونكتد بيه ليه؟ لان فيها انترفيس، لان هو عنده انترفيس ينتمي الى هذه الشبكه اللي هو مين؟ اللوب باك. وكمان عنده شبكه 192.168.2 ودايركت كونكتد بالسيريال 1، وكمان عارف الشبكه 3 دايركت كونكتد بالفاست 00. اذا هذا الراوتر لو جاله باكت عايز يروح ل 192.168.4 يقدر يوديه؟ لا. دوت 1 يقدر؟ لا. دوت 5 لا. يبقى اذا انا محتاج اضيف للراوتر ده في الراوتنج تيبل بتاعه كام شبكه؟ 1 صح؟ ليه 192.168.1 و4 و5 واوعى تنسى واللوب باك. ايه اللوب باك؟ اللي هو الهيد كوارتر 4 وحدات، واللوب باك اللي موجود في برانش 2 اللي هو 4 عشرينات، صح كده؟ يبقى انا هنا عايز اضيف لبرانش 1 5 شبكات. لان انت لو بصيت على الرسمه بتاعتنا دي هي في البدايه كانت شبكه 2 3 4 5، لكن لما زودنا الثلاثه لوب باك على كل الراوترات بقت 8 شبكات. فبرانش 1 عارف من الثمان شبكات كام؟ 3، صح ولا ايه يا جماعه؟ يلا بقى يبقى احنا عرفنا انا عايز اعمل ايه دلوقتي.
يبقى عرفنا ان راوتر برانش واحد عارف 3 شبكات. معلش في بعض الناس بتقول ايه يعني، بتقعد تزيد وتعيد في المعلومه، تعيد وتزيد، بس معلش هي دي طريقه، ان انا ما بحبش اتنقل الخطوه الا لما اتاكد. شوف انك تقول لي يا عم والله فهمت، يعني لما بتقول لي والله يا عم والله فهمت كده واحس اتبسط انا، لان ابقى متاكد انك خلاص المعلومه ايه يعني دخلت بالعافيه بالذوق، المهم انها ايه وصلت يعني. فاذا برانش واحد المفروض يبقى عارف 8 شبكات عشان يبقى كده الراوتنج تيبل بتاعه فل فل الفل يعني. ها فاعملها ازاي ديت؟ هدخل على المود اللي اسمه كونفيجريشن. الامر اسمه كده اي بي روت، يعني بقول له ايه؟ بقول له يا باشا انا هضيف لسعادتك روت جديد، مسار جديد لشبكه جديده. مين الشبكه ديت؟ خد بالك انا فين؟ في برانش واحد، عايز اعرفه بالشبكه مثلا دي. هقول له بص انت عندك شبكه اسمها 192 دوت 168 دوت 1 دوت 0، والسبنت ماسك بتاعها 24، اللي هم كام يعني 24؟ 255 دوت 255 دوت 255 دوت 200 دوت 0. اسف، واضح كده السطر؟ يبقى السطر ده بقول له فيه ايه؟ بقول له اي بي روت. انا ضغطت انتر من غير ما اقصد ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب مفيش مشكلة، شكل عملت رايت كليك ولا حاجة. هقول له كده اي بي روت 192.168.1.0 والسبنت ماسك كده. انا بقول له ايه؟ كده كاني بقول لبرانش واحد، على فكره على فكره راوتر برانش راوتر بتاع برانش واحد في شبكه انت مش عارفها لان هي مش دايركت كونكتد بيك، وانا هعرفها لك. هو دي الكلمه اللي هي اي بي روت، والشبكه ديت اللي انا عايز اعرفك بيها هي دي 192.168.1.0 و4253255.0. قال لي طيب كويس. قلت له بقى واذا عايز توصل للشبكه دي يا بطل، يعني ايه لو عايز توصل للشبكه دي؟ يعني لو جالك باكت من اي جهاز من الاجهزه اللي عندك في الشبكه 3 دي مثلا، وقال لك انا عايز اروح للشبكه 1، اعمل معاه ايه؟ هو بيقول لي، انا بقول له كده اعمل معاه ايه؟ خرجه من البورت سيريال 1/1، وده اللي بنسميه اكزيت بورت، منفذ الخروج. تاني نقرا السطر ده كده، مين يقرا لي السطر ده؟ السطر ده بيقول يا برانش واحد في مسار جديد هعرفه لك، او شبكه جديده، ده كلمه اي بي روت. المسار ده او الشبكه الجديده ديت اللي هي 192.168.1.0/24 اللي هي 3255.0، واذا جالك باكت عايز يروح للشبكه ديت طلعه من البورت اللي اسمه سيريال 1/1 اهو، اللي هو البورت ده. تمام كده؟ البورت اللي اسمه ايه؟ اسف، سيريال 1/0، معلش لان احنا على اليسار، ها 1/0 هو ده البورت ده، منفذ الخروج. خلاص كده؟ تمام، واضحه كده النقطه دي. خلينا بقى نعمل حاجه، دو شو اي بي روت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ملاحظين اللي حصل؟ اهي دي اول مره تشوفوها، دي ما كانتش موجودة قبل كده. يا سلام، ده انا شغلي تمام اهو. بيقول لك اس، يعني ايه اس؟ يعني في شبكة جديدة او روت جديد، مسار لشبكة جديدة انا عرفته. عرفته ازاي؟ عن طريق مسؤول الشبكة، طالما اس دي، عن طريق ان هو كتب لي كوماند اسمه اي بي روت. طب ايه هي الشبكة دي؟ 192.168.1.0. يا سلام، سلاش كام؟ 24. از ايه؟ وقال لك ديت از دايركت كونكتد بيا، الشبكة ديت اقدر اوصل لها عن طريق الجزء اللي موصل بيا اللي اسمه سيريال 1/0. خلاص؟ دي الطريقة الأولانية. في طريقة تانية؟ في طريقة تانية الحقيقة، اللي هي بدل ما تكتب له الإكزيت بورت اكتب له النكست هاب. لا تاني، أنا دايماً بكتب كده السطر اهوت، صح؟ انا قلت له اذا عايز حابب في مسار جديد او شبكه جديده هي دي، اذا حابب توصل لها او جالك باكت عايز يوصل لها خرجه من هنا، بنسميه الاكزيت بورد. طيب ممكن بدل ما تقول له الاكزيت بورد تقول له النكست هاب. يعني ايه النكست هاب؟
يعني القفزه التاليه الاي بي اللي قصاده. خد بالك، اذا هتقول له بالبورت قول له البورت اللي عنده اللي هو المنفذ الخروج، اذا هتقول له بالاي بي قول له الاي بي اللي قصاده، اللي قصاده مش بالاي بي بتاعه. يعني هتقول له كده 192.168.2.2 اللي هو بنسميه النكست هاب، القفزه التالي. ها، يبقى انت كده ايه، ها، بتقول له عايز تروح للشبكه ديت او جالك باكت عايز يروح للشبكه ديت، ارمي الباكت ده في هذا الاتجاه، فبتديله النكست هاب، القفزه التاليه. خلاص كده، دي الطريقه الثانيه. تعالوا برضو نتاكد منها كده. شو دو، معلش عشان انا مش في المود، دو شو اي بي روت، لاحظ ضفها هنا اهو، صح؟ بس ايه ده، ضفها بشكل غريب شويه. يعني هو الاول كان كاتب كده ايز دايركت كونكتد بالسيريال زيرو، مع ان هي مش دايركت كونكتد. واحد يقول لي مع ان هي مش دايركت كونكتد، بس هو كتبها دايركت كونكتد ليه؟ لان انا عرفتها له باستخدام الاكزيت بورد. هقول لكم انا على الحته دي باختصار شديد. يعني يبقى انا عندي طريقتين بس الاول، عشان انا مش عايز الناس تتلخبط، لان في حاجه هنا ايه الواحد ده وايه الزيرو، هشرحها انا دلوقتي. بس عموما هو دلوقتي ضاف مسار او عنده شبكه جديده، عرفها عن طريق الستاتيك روت. الشبكه الجديده هي اسمها ايه، 192.168.1.0/24، والشبكه دي عشان يوصل لها عنده، يعني انا قلتها له بطريقتين، الطريقتين متكافئين على فكره. قلت له يا اما تخرج من هنا، لو عندك باكت عايز يوصل للشبكه دي خرجه من البورت بتاعك اللي اسمه سيريال 1/0، او انا بقول له نفس الطريقه ايكوال، يعني ده السطر ده يساوي ده بس هو مكرر، هنمسح واحد منهم دلوقتي، او ارمي هذا الباكت على النكست هاب او القفزه التاليه او الاي بي اللي قصادك اللي هو 192.168.2.2. انا هقول الفرق بينهم دلوقتي الحقيقه، وفي كلام الحقيقه كتير في الموضوع ده، لكن انا هقوله بسرعه ان شاء الله. خليني بس اوضح الجزئيه دي. هنا بيقول لك اهو، شايف بيشرح الكلام ده زي ما اتعودنا في الجدول دايما، الشرح بسيط اهو. بيقول لك والله اي بي روت ده الكوماند، بيقول له في ديستنيشن شبكه جديده تقدر تروح لها، السبنت ماسك بتاعها اهو، والنكست هاب اهو. شوف زي ما انا عملت لكم اهو، بيقرا اهو تو جيت ذا ديستنيشن، عشان توصل للشبكه ديت اللي هي اللي السبنت ماسك بتاعها كذا، ابعت الباكت اللي يجي لك وعايز يروح لها الى هذا النكست هاب، القفزه الثانيه. نفس الكلام اذا عايز توصل للشبكه ديت اللي السبنت ماسك بتاعها كده، ابعت كل الباكت او خرج كل الباكت اوت انترفيس من البورت ده. لكن السؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه، ايه الفرق ان انا اكتب ديت الاي بي اللي هو النكست هاب وان انا اكتب الاكزيت بورت؟ الحقيقه يا جماعه الموضوع ده يتوقف على الديزاين بتاعك او الشبكه بتاعتك. في ناس تقول لك ايه، في ناس تقول لك على الاطلاق ريح دماغك والافضل اديله بالاي بي ادرس اللي هي النكست هاب. اديله ايه؟ النكست هاب. ليه يا جماعه؟ هقول لكم على حاجه، مش انا المفروض لما يطلع عندي باكت من هنا، رساله من هنا الى الراوتر ده، ايه اللي بيحصل؟ مكتوب فيها الاي بي بتاع السورس والديستنيشن، ومكتوب فيها الماك ادرس بتاع السورس وبتاع الديستنيشن، صح ولا ايه؟ مش احنا عندنا خدتوها في الاو اس اي موديول لير الطبقات، فاكرين؟ طبقه النتورك وطبقه الداتا لينك. ايه اللي بيحصل في الطبقتين دول؟ الطبقتين دول بيغلفوا الباكت، بيغلفوها بالسورس المرسل والديستنيشن. اديكم مثال، زي ما يجي الراجل في اللاسلكي كده اللي هو بتاع الشرطه ده، يتكلم يقول من فهد الى خالد، من فهد الى خالد، هل تسمعني؟ هل هو دي الرساله اللي عايز يقولها؟ لا، هو بس بيعرف نفسه مين هو السورس ومين هو مين هي الديستنيشن، صح كده؟ فكذلك الباكت اللي طالع من هنا لازم يبقى مكتوب عليه مين المرسل ومين المستقبل، يعني هو طالع منين ورايح فين. فهو هيكتب الاي بي مثلا، لو اكس بي 2 عايز يكلم اكس بي 1 او السيرفر، ماشي، فهيكتب الاي بي بتاع اكس بي 2 والاي بي بتاع السيرفر، ده سورس وده ديستنيشن. لكن الحقيقه الماكات اللي هي في الداتا لينك لير بتتغير، يعني الماك هنا غير هنا غير هنا. فهنا في الجزئيه دي مين المرسل؟ ده اللي هو البورت ده سيريال 1/0. ومين الديستنيشن؟ ده. خد بالك الاي بي في المرحله دي مش هيتغير، ولا في المرحله دي ولا في هو الاي بي ثابت. مين السورس؟ اكس بي 2. مين الديستنيشن؟ سيرفر 2003. لكن الماكات بتتغير. معلش الناس اللي ما خدتش كورس سي ان ايه تحاول تفهم الحته دي معايا على قد ما تقدر، ان هنا الباكت او الرساله لازم تكون مغلفه بمين المرسل ومين المستقبل، هي الماك ادرس والاي بي ادرس. انا دلوقتي بشرح ايه الفرق بين الاثنين كوماند دول. خلاص كده، زي ما قلت لكم في ناس بتقول لك على الاطلاق، على الاطلاق ده افضل. ليه؟
لان دلوقتي عشان الباكت يطلع انسى حكايه الاي بي ادرس اصلا، يعني انسى الاي بي ادرس. المفروض ان الباكت لما يطلع من الراوتر برانش واحد من البورت سيريال 1/0 عشان يوصل للهيد كوارتر يكتب كده الماك ادرس بتاع البورت ده اللي هو سيريال 1/0 بتاع برانش واحد، ويكتب الماك ادرس بتاع سيريال 1/1 بتاع الهيد كوارتر، ده كسورس وده كديستنيشن. تمام؟ فهو عارف الماك بتاع نفسه، لكن الماك اللي قصاده مش عارفه، فانت بتدي له الاي بي. طب ايه اللي هيستفاده لما يعرف الاي بي؟ عندنا بروتوكول اسمه ARP، ادريس ريزوليوشن بروتوكول. الARP ده هيعمل ايه؟ هيبعت رساله الى هذا الاي بي يقول له اديني الماك بتاعك. فيبقى انت كده سهلت عليه العمليه. لكن الحقيقه لو اديته ده، لما تدي له اسم البورت فهيتعب شويه، لانه هيرجع يشوف مين البورت ده وايه الاي بي بتاعه وايه الاي، فهو هيتعب عشان يحصل على الاي بي. صح كده؟ دي اول ميزه الحقيقه. في ناس بتقول لك برضو في ميزه اخرى، ان لو كانت الشبكه ديت مش بوينت تو بوينت. يعني ايه بوينت تو بوينت؟ عندنا احنا في الشبكات يا اما بوينت تو بوينت يا اما يعني ايه، يا اما بوينت تو مالتي بوينت. يعني بشكل عام، يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل الحقيقه، يعني النقطه دي الطرف الاخر اللي قصادها نقطه ولا كذا نقطه؟ نقطه واحده. لكن مثلا لاحظ هنا النقطه دي الطرف اللي قصادها ممكن يبقى اجهزه كتيره، فبنسميه بوينت تو مالتي بوينت. فعلشان كده النقطه دي، ها، لو انت بوينت، لو انت بوينت تو مالتي بوينت لازم تعملها كده، ما ينفعش تعملها بالاسم البورت، لانه هيتعب يجي يكلم. خصوصا دي بقى لما يبقى عندك هنا الجزء دي هناخدها ان شاء الله في الفريم ريلي، لما يبقى عندك وان ويعني ايه بوينت تو مالتي بوينت. المهم يا جماعه، المهم ان انا عايز اقول يعني ايه دي احسن. دي بس ممكن تستخدم تبقى احسن في حكايه البوينت تو بوينت، لان البوينت تو بوينت هو عارف ان الناحيه الثانيه قصاده هو ما فيش غير شخص واحد. يعني انا مهما ارسلت هو ما فيش هيستقبلها غير شخص واحد. لكن لما يبقى عندي مالتي بوينت لازم تدي له الاي بي بتاع الوجهه، لانه عنده اكتر من طرف بيكلمه، فانت لو سبته كده هيتوه مش هيعرف يوصل. يعني لو كان اللينك ده، لو كان الجزء ده كده وان وعندنا بوينت تو مالتي بوينت وكتبت بالشكل ده كده مش هتشتغل. لو كتبتها بالشكل ده كده بس مش هتشتغل. ليه؟ لان هنا بوينت قصادها كذا بوينت، فانت لما تقول له خرج من هنا، فهو لما بيخرج من هنا يلاقي قصاده، عارف لما تقول له واحد امشي بالطريق ده وانت هتوصل، فيجي ماشي بالطريق يلاقي ثلاث تفريعات، فيبقى ايه؟ طب انا امشي شمال ولا يمين ولا امشي في النص؟ ما هو ثلاث تفريعات، ما هو مش عارف يمشي ازاي. ها، انت قلت له امشي من هنا، اخرج من الباب ده، فلما خرج قلت له كده اخرج من هنا، لما تخرج من هنا هتوصل للوجهه اللي انت عاوزها. فهو خرج لقى قصاده كام باب؟ لقى قصاده ثلاث طرق او ثلاث ابواب، فهو مش عارف يتصرف. لكن لما تقول له اخرج من هنا ولما تخرج من هنا هتلاقي الباب الفلاني على يسارك، اخرج منه هتوصل للوجهه، يبقى انت ايه يعني كده حددت له الوجهه بالظبط. فدايما بيقول لك ان موضوع انك تدي له الاي بي احسن، وخصوصا في حاله البوينت تو مالتي بوينت. لكن اذا كانت بوينت بوينت لو اديته الحته دي ما هتشتغل، ما يجراش حاجه. عموما انا عايز اقول بس ان احنا عندنا طريقتين لتعريف الراوتر ده بالشبكات الاخرى. ها، يا اما تقول له الامرين هما يا جماعه، لو رجعنا كده فيهم تاني فوق، ده الامر الاولاني وبنسميه النكست هوب، والامر الثاني هو اهوت، اللي هو ده عن طريق الاكزيت انترفيس او اكزيت بورت. خلاص كده، يبقى هم دول الطريقتين. فهمنا الفرق بين الطريقتين؟ الحقيقه ده اللي هي بالاستخدام الاكزيت بورت هتبقى مفيده وكويسه اذا كان بوينت تو بوينت. يعني انت بتقول له امشي اخرج بالباب ده هتوصل الوجهه اللي انت عاوزها. ليه انت قلت له الحته ديت؟ لان هو ما فيش قدامه غير باب واحد هيمشي، حتى لو مشي في الطريق، الطريق ده مش متفرح، هو طريق واحد هيقدر يوصل. لكن اذا كانت عندك بوينت تو مالتي بوينت لازم تستخدم النكست هاب، القفزه التاليه، عشان تحدد له بعد ما يخرج من الباب هيلاقي تفريعات يمشي من اي تفريع. وفي ناس بتقول لك في ميزه كمان في الطريقه الاولانيه، الحقيقه ان انت بتسهل عليه عمليه ايجاد الماك ادرس لما يجي يغلف الباكت علشان يرسلها الوجهه الثانيه. عموما احنا هنعتمد الطريقه الاولانيه ودايما هنستخدمها عشان ما تعملناش مشاكل. لكن الحقيقه في ملحوظه ثانيه، هناك ملحوظه اخرى اللي هي موضوع طريقه التسجيل. هتلاحظ ان السطرين مكتوبين في السطرين دول، لما جم انا لما جيت انا، لو جينا مثلا
لما اجي اعمل كده خلينا نعمل اكزيت دبليو ار عشان بس ما ننساش الدنيا. لو انا جيت عملت كده شو اي بي روت، لاحظنا ان هو مسجل انه عشان يوصل للشبكه ديت يا اما شايفين مسجل حتى دي الاول، واخدين بالكم هو بيفضلها الاول ها وبعدين ديت. لكن انا لو جيت في الشورن وسجلهم بطريقه مختلفه، كتب دي از دايركت كونكتد مع ان الشبكه دي مش دايركت كونكتد، بس لان انا عرفتها له باستخدام بورت عنده هو. انا هقول لكم ايه الحته دي، يعني ليه سجل دي كده وليه سجل دي كده، ها هقول لكم انا دلوقتي. يعني مع ان الشبكه دي مش دايركت كونكتد، يعني المفروض ده التسجيل ده يبقى شكله خاطئ، بس عشان تفهم الحته دي خلينا نفهم بس ايه الواحد وايه الزيرو وايه القصه دي. فانا بس قبل ما اقول الحته دي خلينا نقول له شو رن، وخلينا نقول له الجزئيه اللي هي انكلود، يعني طبعا شو رن 3 4 صفحات، فانا عشان اظهر حته معينه من الشو رن هقول له اي بي روت. تمام، انا عايز اقول له كده شورا 3 4 صفحات، فانا عملت له شورا انه هنقعد ندور عليها فهتلخبط لنا الدنيا. فبعمل العلامه ديت اللي هي شيفت مع العلامه اللي عند حرف معرفش حسب الكيبورد بتبقى اللي هي العلامه الواقفه دي، دور انت عليها شيفت مع الشرطه المايله، لما تعمل شيفت مع الشرطه المايله اللي هي الباك سلاش تديك العلامه دي. ان دي معناها انكلود، يعني اظهر لي الجزء اللي في الشورا الذي يحتوي على كلمه اي بي روت، مش تظهر لي الشورا كلها، اظهر لي بس الجزئيه دي. طيب فهو لما ظهر لي الاي بي روت لاحظ السطرين نفسه، الاختلاف في الحته دي بس، صح؟ طيب هل الاختلاف في الجزئيه دي يخليه يسجلهم بطريقه مختلفه؟ اه بصوا يا جماعه، انا عندي حاجه اسمها الادمنستريتيف ديستانس. قبل ما اخش على حته الادمنستريتيف ديستانس عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا. انتوا شايفين الراوتنج تيبل، لما الراوتر ده بيجي له باكت عايز يروح، خليني اعملها لكم في تكست كده لوحدها. انا عندي شبكه اسمها 1.1.1 1.2.3.4، جاني باكت عايز يروح للشبكه اللي الاي بي بتاعها 1.2.3.4. فاول ما هيسالني انا كراوتر هبتدي ابص على مين؟ على الراوتينج تيبل، صح؟ الراوتينج تيبل. انا لقيت عندي في الراوتينج تيبل لقيت مجموعه من المسارات 1.0.0.0/8، ولقيت عندي 1.2.0.0/16، ولقيت عندي 1.2.3.0/24. بصوا يا جماعة ده ايه؟ باكت جايني بيقول لي لو سمحت انا عايز اوصل للشبكة 1.2.3.4، اوصل لها ازاي؟ اقول له اديني لحظة وابدأ ابص هنا في الراوتنج تيبل. هتلاحظوا هنا يا جماعة ده ايه؟ متشابه مع ده بس في اول اوكتت، صح؟ مش الاي بي اربع ارقام اربع اوكتت، ده متشابه في 2 صح؟ ده متشابه في 3. خد بالك ممكن ده يقول له كده لو عايز توصل للشبكه دي اخرج من مثلا من سيريال 1/0، وهنا يقول له اطلع من روح اطلع للنكست هوب 192.168.4.2، وده يقول له اسف مية اتنين وتسعين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت زيرو، وده يقول له اطلع مثلا من فاست زيرو سلاش زيرو مثلا. هيسمع كلام مين؟ يعني انت لو لاحظت في التلاتة دول دلوقتي ده باكت عايز يروح، ده باكت عايز يروح لمين؟ عايز يروح للشبكة 1 2 3 4. طب ما انا ممكن اسمع كلام ده وممكن اسمع كلام ده وممكن اسمع كلام ده، لكن انا هسمع كلام مين؟ ده.
ليه؟ لان ده الموست ماتش، ده متشابه اكتر. يعني هو بيبتدي يعمل ايه لما بيجي له ديستنيشن معينه؟ يشوف الاكثر تشابه. يعني ده متشابه مع الاي بي في اوكتت واحد، لكن ده في اتنين، لكن ده في ثلاثة. لو لقى واحد في ثلاثة وحته شويه من الاوكتت الرابع يبقى افضل وافضل وافضل. فاول ما يلاقي ده يقول له خلاص انا هسمع كلام ده. عشان اسمع كلام ده هخرج منين؟ فاست 00. يرجع للباكت يقول له اخرج من البورد فاست 00. كده بقى هو يعمل العمليات بتاعته اللي هو ايه، يدور على الماك ويعمل انكابسوليشن ويطلعه من البورد فاست 00. في اشكاليه الى الان؟ انا بس بدي مقدمه عشان احكي حته اللي هي ليه هو مسجل الاثنين دول بطريقه مختلفه، وايه قصه الواحد والزيرو ديت. ماشي كده الى الان؟ في اشكاليه يا جماعه؟ مفيش اشكاليه. يبقى اول طريقه هو بيعملها، اول طريقه بيبتدي لما يجي له باكت عايز رساله عايزه تروح للديستنيشن او وجهه معينه، بيبتدي يدور في الراوتينج تيبل ويشوف اكتر شبكه. ها خلينا نقول ده اس مثلا، وده اس، وده اس، ثلاثه عارفهم ستاتيك، لكن مين الافضل فيهم؟ ده. ليه ده؟ ها لان ده ايه، متشابه اكتر. خلاص. طيب ساعات يحصل مشكله. ايه المشكله ديت؟ يقول لك كده مثلا، خلينا بدل الاس نقول دي اللي هو الاي اتش ار بي، او مثلا نقول ار ريب. يعني هنقول ان المسارات ديت الراجل ده عارفها ازاي؟ عن طريق راوتينج بروتو دايناميك بروتوكول اسمه ريب مثلا. مثلا احنا مش احنا قلنا الصف الاولاني ده من الراوتينج تيبل يحتوي على ايه؟ يحتوي على ايه الصف الاولاني ده؟ على الطريقه اللي هو عارف بيها الشبكه. واحنا قلنا عندنا كام طريقه، صنفناهم لثلاث طرق بشكل عام، اللي هي الكونكتد اللي هي السي، والستاتيك اللي انت معرفه له بايدك، وبعد كده الراوتينج بروتوكول. واحنا قلنا الراوتينج بروتوكول كتير، ده واحد منهم. المهم ان هو عارف الشبكه دي ودي ودي عن طريق بروتوكول اسمه ايه؟ ريب. خلاص. طيب لكن احيانا يحصل حاجه جميله خالص، يلاقي كده، يلاقي مثلا ار، ايه ده ايه ده، 1.2.3.0/24، ويقول له اخرج مثلا من فاست 0/1. ملاحظين حاجه؟ هو دلوقتي عايز هيبتدي يدور، اول ما جاله الباكت ده عايز يروح للشبكه 1.2.3.4، بدا يدور. ها مين المتشابه اكتر؟ بس حصل مشكله انه لقى اتنين متساويين في التشابه. يعمل ايه ساعتها؟ يبص طريقه المعرفه ايه. الله، ده واحده، ده انا عرفته عن طريق البروتوكول اسمه ريب، وده عرفته عن طريق البروتوكول اسمه ريب. في حاجه يا جماعه هنا زياده بتبقى في السطر ده، بنسميها المتريك. يعني ايه المتريك؟ المقياس، اللي هي بتبقى مكتوبه بين القوسين الرقم الثاني ده، الرقم ده. ايه هو المتريك؟ الريب دلوقتي ده اكتشف انه عشان يوصل للشبكه دي عنده طريقين يا جماعه، انتوا واخدين بالكم؟ طريق من هنا وطريق من هنا. ومين الطريق الافضل؟ ما هو طريقين اكيد فيهم واحد افضل من وجهه نظر الريب، صح؟ هيقوم هو يكتب هنا ايه؟ مثلا يكتب هنا مثلا واحد مثلا، هي مش كده يعني، بس عموما، وهنا يكتب اتنين. يبقى مين الافضل؟ ده، يبقى ده رقم واحد، يبقى يسمع الكلام كويس. اذا ما كانش ده ريب، اذا كان ده مثلا بروتوكول تاني، يعمل ايه؟ يبتدي يسمع كلام حاجه بنسميها الادمنستريتيف ديستانس، 120 90. ايه ال 90 وايه ال 120؟ دي المسافه الاداريه يا جماعه. لا تاني، عشان واحد يقول لي انا ضعت منك في الحته دي. ببساطه تاني، اول ما الراوتر، انا بشرح لكم دلوقتي، معلش انا رحت في الحته دي شويه بس عشان ايه، يبقى ايه خلصنا من الجزئيه دي وايه الفرق بين دي ودي. ماشي كده؟ طيب الراوتر اول ما بيجي له باكيت عايز يروح لوجهه معينه، بيبتدي بسرعه يدور في الراوتنج تيبل مين اكتر روت، من اكتر مسار عنده متشابه مع الحته دي. واذا لقى مسار متشابه بيبص المسار ده
بيقول لي عشان توصل للشبكه دي اخرج منين، يروح يرد عليه يقول له اخرج من البورت الفلاني. بس احنا حصلت عندنا مشكله، اللي هي كان عندي مسارين والمسارين لنفس الراوتينج بروتوكول. خلينا نقول ده مثلا 3 عشان نحط في الرسمه كل المشاكل المتوقعه. انا عندي 3 اهم، خلينا نقول ده مثلا هو كمان دي، مش عايز اصعب عليكم الموضوع لكن انا بس عايز ابقى ايه يعني استوفيته بشكل كويس. تاني، احنا طبعا عرفنا ايه الفرق بين كلمه انه يكتب بورت وايه الفرق بين انه يكتب اي بي، طريقه الادخال بس. ماشي، خلينا من دي دلوقتي. دلوقتي الراوتر ده جاله باكت، قال له انا عايز اروح 1 2 3 4، قال له لحظه توب توب اوب 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 اوب، لقى 3 متشابهين، يعمل ايه؟ ما هو دلوقتي بيدور على الموست ماتش، لقى واحد بس موست ماتش اكثر تشابه، واحد بس، خلاص ممتاز. يقول له الواحد ده اخرج منين، يقول له اخرج من هنا، خلاص تمام كده. لكن في بعض الكيسز بنقابلها، ازاي؟ انه لقى اكتر من مسار، لقى اكتر من واحد موست ماتش وكلهم متساويين، طب يختار مين فيهم؟ يبدا يبص، هل دول راوتينج متساويين؟ لا ده مختلفين. ده الريب، يعني المسار ده عرفه عن طريق الريب، والمسارين دول عرفهم عن طريق حاجه اسمها الاي اي جي ار بي، بروتوكول تاني. فيبقى مين الافضل؟ يبتدي يبص المسافه الاداريه، رتبته يا جماعه، منصبه. مش احنا عندنا واحد، يعني مثلا انا لو جاني قرار من رئيس مجلس الاداره او المدير التنفيذي، وجاني قرار من مدير المباشر، اسمع كلام مين اداريا يعني والصح وكده، يعني يقول لك اسمع كلام مديرك ومالكش دعوه لان مديرك ده هو المسؤول عنك بشكل مباشر. لكن احنا عندنا العرب يقول لك لا اسمع كلام المدير التنفيذي، هو الراوتر بيعمل كده. رتبه الار هو ال 120، لكن رتبه الاي اي جي ار بي اللي هو رمزه دي رتبته 90. يبقى هو الراوتر هيسمع كلام ال 90 ولا 120؟ 90، لان 90 اقل، لان المدير التنفيذي رقم واحد، لكن مديري ده رقم 15 في الشركه من حيث الترتيب. يبقى انا اسمع كلام واحد رقم واحد في الشركه ولا رقم 15؟ لا رقم واحد. يبقى الراوتر هيقول لك خلاص انا عندي 3 متشابهين وكلهم موست ماتش، يعني كلهم اكثر تشابه بالكلام ده اكثر من اي رود تاني، فانا ابتديت اشوف لقيت ان ده معروف بالريب ودول معروفين بالاي اي جي ار بي، فالريب رتبته 120 يبقى مش هسمع كلامه، هسمع كلام ال 90. لكن في 92، الاي اي جي ار بي قال لك الشبكه دي انا عندي ليها مسارين او طريقين مختلفين، الطريق ده واحد والطريق ده اتنين، يعني ايه دي المتريك يا جماعه؟ يبقى الرقم الاولاني ده بنسميه الادمنستريتيف ديستانس، اسمه ايه؟ الادمنستريتيف ديستانس، المسافه الاداريه. والرقم الثاني ده هو المتريك. يعني ايه المتريك؟ المقياس الذي يستخدمه الراوتنج بروتوكول يحدد من هو المسار الافضل. مين هو المسار الافضل؟ اللي هو عن طريق ان انا عايز اوصل للشبكه دي، المسار الافضل ان انا اخرج من الفاست 00 ولا ان انا اخرج من الفاست 01؟ قال لك لا المسار الافضل ده، يبقى المتريك بتاعه اقل، يبقى انا هستخدم ده. انتوا فهمتوا الراوتنج؟ دي اليه عمل الراوتنج تيبل. اقول تاني ولا نقول تاني؟ مش مشكله، انا ما زي ما اتفقنا انا ما بهتمش بالايه، انا مش بهتم بالكم، هو انا اقعد اسجل لكم فيديوهات واحنا مش فاهمين ولا ايه؟ لا. طيب انا تاني عايز اعلق على الحته دي. انا دلوقتي لما جيت اعرف الاستاتيك روت، قلت دخلت كده وقلت له اي بي روت، وابتدي اعرفه انا فين دلوقتي؟ في برانش واحد. اظهر لكم بس كده الديزاين عشان تبقى معايا. انا في برانش واحد، في الراوتر اللي هو برانش واحد، فعايز اعرفه بالشبكه اللي هي 192.168.1.0 اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.255.0. وانا قلت له عشان توصل للشبكه دي انت عندك طريقتين ممكن تعرفه بيهم، لان انت تقول له الاكزيت بورت اللي هو اسمه ايه؟ سيريال 1 سلاش 0 زي ما هو عامل هنا كده، صح ولا ايه؟ او ممكن تقول له بالاي بي بتاع النكست هوب اللي قصاده. واحنا قلنا الطريقه دي انا بفضلها او هي مفضله افضل من الطريقه دي. الطريقه ديت يعني بتبقى امنه بس في حكايه البوينت تو بوينت، لكن عندك مالتي بوينت وحاجات زي كده الحقيقه مش هتشتغل، لو عندك شبكه مش دايركت كونكتد هتعمل لك مشكله الحقيقه. لكن انت دايما اتعود نفسك تستخدم النكست هوب اللي هو الاي بي اللي قصادك اكتبه. بس ليه هو سجل، يعني سجل الاثنين دول بطريقه مختلفه؟ وهل الشبكه دي اللي هي واحد دي دايركت كونكتد بيها؟ لا، امال اللي هو ليه كتبها كده؟ ويعني ايه دي؟
يعني انا قبل كده كان بيقول لي الشبكه الفلانيه ديت انا عارفها لانها دايركت كونكتد بيا، موصله دايركت كونكت بالبورت الفلاني، لكن الشبكه دي مش دايركت كونكتد. ليه طيب كاتبها دايركت كونكتد؟ وبعدين لما جيت عرفتها له بطريقه تانية كتب لي حاجات غريبه كده بين قوسين واحد سلاش زيرو. هو ده اللي انا عمال اشرحه يا جماعه، انا عمال اوضح لك، انا عايز اوضح الحته دي. فقبل ما اوضح الحته دي قعدت اشرح اليه عمل الراوتنج تيبل عشان تفهم بس القصه دي، ايه الارقام دي. تاني بقول الشبكه دي لو دايركت كونكتد بيا هسجلها بكل بساطه، اكتب 192.168.2.0 الشبكه دي انا عارفها لان هي دايركت كونكتد بيا. طب وازاي عرفت ان هي دايركت؟ لان انا عندي بورت اسمه سيريال 1/0 ينتمي اليه. فعلا هي دي الشبكه دوت 2. لكن الشبكات اللي مش موصله بيه بشكل مباشر اللي هي الشبكه 1 اللي هي السويتش اللي تحت الهيد كوارتر، انا عرفتها له ستاتيك، حتى كتب لك اس هنا. بس هنا في ملاحظات على الطريقتين، انا عرفتها له بطريقتين، يا اما كتبت له باسم البورت اللي هيخرج منه الاكزيت بورت، يا اما كتبتها له بالنكست هوب اللي هيطلع ليها. لما كتبتها له بالاكزيت بورت قال لي ده هي دايركت كونكتد بيا، ده كلام غريب خالص مش واقعي، لكن خلينا نشوف. ولما قلت له بالنكست هوب كتب لي كده كلام بين قوسين، هو بيقول لي انا عشان اوصل للشبكه ديت فايا عن طريق ان انا ابعت الباكت ل 192.168.2.2. ماشي ده كلام منطقي، لكن ايه الحته دي؟ فانا عشان اشرح الحته دي رحت كده فتحت لكم تكست بسيط وقلت لكم تعالوا نشوف ازاي الراوتر بيفكر. يعني الراوتر اول ما بيجي له باكت عايز يروح مثلا الشبكه 1.2.3.4، ثلاث خطوات يا جماعه بيعملوا. اذا قدر الخطوه الاولانيه حلت له المشكله او يعني قدر يوصل منها للحل الامور تمام، اذا ما قدرش يوصل بينتقل للخطوه الثانيه، اذا ما قدرش يوصل بيتنقل للخطوه الثالثه. تمام، الخطوه الاولانيه هي ايه؟ بيدور على الموست ماتش. يعني ايه موست ماتش؟ يعني اكتر روت او اكتر مسار متشابه مع الديستنيشن اللي هو عايز يوصل لها. فهو لما دور في الشبكه بتاعتنا لقى كام واحد موست ماتش؟ لقى ثلاثه. في المثال اللي كان قبله كان لقى واحد واثنين ثلاث مسارات ما لقاش غير فيهم واحد، اذا لقى واحد بس خلاص بياخد القرار ويقول لك خلاص طالما ده ما فيش غيره خلاص هبتدي اخرج من هنا او ارمي على البورت ده. لكن في حالتنا ديت في المثال اللي انا كاتبه دلوقتي لقى ثلاثه موست ماتش. يعني ايه ثلاثه؟ يعني ده مش متشابه، ده واحد بس الاوكتيت واحد متشابه، لكن ده ثلاثه متشابهين. بس للاسف عندي ثلاثه، طب مين فيهم الافضل؟ ما هو دي وظيفه الراوتنج تيبل. مش وظيفه الراوتنج تيبل ان يجد المسار فقط، لا، ده البيست باث، المسار والمفضل. لان انت ممكن عشان توصل لشبكه معينه يبقى عندك اكتر من طريق. فانا مش عايزك تقول لي انت ممكن عشان توصل للشبكه دي عندك طريق 2 3، انت ما بتخيرنيش. ده الباكت ده مش جاي عشان تخيره، هو مش فاهم حاجه، هو عايز تقول له امشي من هنا بس، ملوش دعوه. انت بقى اللي تقعد تشوف الطرق وتشوف الطريق الافضل والقصه التعبانه دي. خلاص كده؟ هي مش تعبانه ولا حاجه. فانا لما لقيت 3 موست ماتش ابتديت ابص المسارات دي انا عارفها ازاي؟ لقيت عن طريق الريب، يعني مش ستاتيك دلوقتي، ها؟ انا ممكن اعملها لكم ستاتيك. ماشي؟ ساعتها دي هتتغير. هتتكتب 1/0. ليه 1؟ هقول لك دلوقتي. فانا لقيت ان دي ستاتيك ودي عن طريق الاي اي جي ار بي. هسمع كلام في مين فيهم؟ هسمع كلام اللي رتبته اعلى، اللي منصبه اعلى، اللي كلمته اقوى، اللي كلمته اثق فيها اكتر. الموضوع ده بنسميه ايه؟ الادمنستريتيف ديستانس، المسافه الاداريه او الرتبه يا جماعه. إذا كانت الشبكة سي، يعني إذا كان هنا كاتب لي سي، أنتوا عارفين سي دي يعني إيه؟ يعني زيرو، بس هو مش بيكتبها سلاش زيرو، يعني رتبته زيرو، ده أعلى حاجة. يعني دي الشبكة دايركت عندي، الشبكة دي دايركت كونكتد بيا، خلاص. يبقى تاني يا جماعة، إذا طلع عنده أكتر من موست ماتش، أكتر من مسار موست ماتش كلهم زي بعض، هيبتدي يبص ده إيه؟ ستاتيك، وده ايه؟ دايركت كونكتد، وده ايه؟ اي اي جي ار بي، ها؟ يسمع كلام مين فيهم؟ اللي رتبته احسن. طب وانا احفظ احفظ الرتب دي بقى يا حلو. الدايركت كونكتد رتبته زيرو. ده اعلى واحد. يعني اذا جالك باكت، ها؟ باكت عايز يروح لشبكه، اول حاجه دور الموست ماتش، بغض النظر عن البروتوكول، بغض النظر عن المسافه الاداريه، بغض النظر عن اي شيء، اهم حاجه موست ماتش. إذا لقيت واحد بس موست ماتش نفذ كلامه على طول من غير تفاهم. خلاص؟ لو ما لقيتش، لقيت أكتر من واحد موست ماتش، ابتدي بص. الأكتر من موست ماتش ده عرفتهم إزاي؟
هيبدا يقول لك الاولاني عرفته هو ستاتيك، والتاني عرفته لانه دايركت كونكتد بيا، والتالت عرفته عن طريق راوتنج بروتوكول. يبقى احنا قلنا الثلاث طرق اهو، ها، واحد راوتنج بروتوكول اسمه ايه، اي جي ار بي رمزه دي، واحد عن طريق انه دايركت كونكتد بيا، وواحد عن طريق الاس. اسمع كلام مين فيهم الثلاثه؟ ابتدي ابص على المسافات الاداريه، ده رتبته 0، ده رتبته 1، الكونكتد 0 والاستاتيك 1، والاي اي جي ار بي رتبته 90. اسمع كلام مين؟ ها اهو بص اهو 90. يبقى احنا عرفنا الرقم الاولاني اللي قبل السلاش ده الادمنستريت ديسس، وده 0 وده 1، مين احسن واحد فيهم؟ ده. يبقى انا هنفذ كلام ده، خلص. طب فرضا لقيت اتنين فيهم استاتيك، ايه الحل؟ لقيت فيهم اتنين استاتيك، هتبتدي تبص على المتريك. المتريك هنا كام مثلا؟ هتلاقي هنا ده متريك، المتريك هو المقياس، هو ده شايف ان ده افضل من ده، يبقى هتبتدي تسمع كلام ده. خليني اخليهم مثلا بروتوكول زي او اس بي اف، او بلاش، خليه ده دي تاني. يبقى هو لما جاله الباكت ده بدا يدور على الموست ماتش، هيلاقي كام واحد موست ماتش؟ ثلاثة. طالما ثلاثة هيبتدي يبص، ده مين؟ اس، وده ايه؟ دي دي. مين الاحسن، الاس ولا الدي؟ الاس، لان الاس رتبته واحد. خلاص هيسمع كلام ده وخلصت القصة على هنا كده. لكن لو كان ده مثلا بروتوكول زي الاو اس بي اف، ده رتبته 100 110، طبعا انا حافظهم، حفظتهم اهم، هم موجودين هنا، هوريهم لكم انا دلوقتي واقول لكم عليهم. الاو اس بي اف 110 والاي اي جي ار بي اللي هو ده رمزه دي علامته 90، يبقى يسمع كلام مين؟ ده 110، ده 90، يبقى يسمع كلام ده. بس في مشكله ثانيه، ان ده عنده اثنين، يبقى الاول موست ماتش، الاثنين موست ماتش. فبصيت بروتوكول نفس البروتوكول، ده رتبته 90، ده اسمع كلام مين؟ اتنقل للخطوه اللي بعد كده اللي هي المتريك. المتريك اللي هي المقياس، الاي اي جي ار بي بيقول لك الشبكه ديت اللي هي 1 2 3 4 1 2 3 ديت انا عندي ليها طريقين، لكن عندي طريق مفضل بشكل اكتر من طريق، لكن الطريقين كويسين حلوين لذيذين ظريفين. الطريق الافضل هو مين؟ هو ده. يبقى في الاخير هسمع كلام مين؟ كلام الحته دي. واضحه يا جماعه؟ يبقى اذا حد يعرف يقرا لي السطر ده، يبقى خد بالك في فرق بين الكونفيجريشن اللي انت بتكتبها وطريقه تسجيل الراوتر ليها. نعمل كده اكزيت، بص كده، بص شو اي بي روت، لاحظ شايفين الستاتيك سجلها ازاي؟ مين يقرا لي السطر ده؟ انا لما جيت اكتبه ما كتبتوش كده، انا لما جيت اكتبه لو تفتكروا كده كتبته ايه؟ اي بي روت 192.168.1.0. كتبته كده يطلع من البورت 192.168.2.2، صح؟ انا بقول لبرانش واحد اذا حابب تروح للشبكه ديت ارمي، او يعني جالك باكت حابب يروح للشبكه ديت ارمي هذا الباكت على النيكست هوب بتاعك اللي هو 2.2. انا كتبت له بالشكل ده وهو فهمه بالشكل ده، فبيقول لك كده سجله كده، انا عرفت مسار عن طريق استاتيك فعلا، لان انا اللي كاتبه له، هو ما عرفوش لوحده ولا عرف عن طريق الراوتنج بروتوكول، صح؟ يبقى هو لا دايركت كونكتد ولا باستخدام راوتنج بروتوكول، هو ستاتيك، صح؟ يبقى العلامه دي هو كاتبها صح، والشبكه ديت او المسار ده للشبكه دي، يعني هو اذا بيقول لك انا عندي مسار او عندي طريق للشبكه 192.168.1.0/24 اقدر اوصل لها، لو جاني باكت عايز يوصل لها اقدر اوصل لها، واقدر اوصل لها عن طريق النكست هوب اللي اسمه 192.168.22. امال ايه الارقام دي؟ ده المتريك. يعني الاس ده رتبته كام؟ واحد، والمتريك بتاعه زيرو. على فكره الاستاتيك ملوش مترك، امسح دي، يعني الاستاتيك ملوش مترك، لو سجلت كذا مترك كذا استاتيك لنفس الشبكه كلهم متركهم زيرو. طبعا هتقول لي طب هيعمل ايه اذا كان اذا لقى تساوي؟ هيعمل له حاجه بنسميها احنا اللود بالانس، يعني مره من هنا ومره من هنا، مره باكت من هنا ومره باكت، طالما الاثنين متساويين ما يقدرش يكنسل واحد، فهيستخدم الاثنين في نفس الوقت، مره يستخدم ده مره يستخدم ده، مش قصتنا دلوقتي، بس عموما الاستاتيك ملوش ايه؟ مترك. يبقى فهمنا الحته دي؟ الاولانيه هي الرتبه عشان لما يحصل حاجه يقدر يعرف يقارن، والثانيه اللي هي ها المتريك اللي هي المقياس اللي هيستخدمه عشان مين الطريق الافضل. امال دي كام؟ امال انا لما كتبت له السطر بشكل ثاني، لما كتبته له كده اس 1 سلاش 0، هو اعتبر ان الشبكه 192.168.1 اعتبرها دايركت كونكتد بيه،
ليه؟ لان انت قلت له اذا حابب توصل للشبكه دي اوصل لها من البورت ده، فهو اعتبر ان البورت ده كانه ينتمي لهذه الشبكه، فاداها المتريك زيرو، يعني بدل واحد بقى المتريك زيرو. على فكره فيها نقاش النقطه دي كتير، وفي بعض الكتب تقول لك هو مكتوب قصادك ان هي دايركت كونكتد، لكن المتريك بتاعها الحقيقي واحد مش زيرو، هو مكتوب ان هي دايركت كونكتد، واحنا قلنا الدايركت كونكتد الادمنستريتيف ديستانس او الرتبه بتاعتها هي زيرو، هو كاتب كده، لكن هي واحد على فكره. الاستاتيك بشكل عام رتبته واحد. خلينا نبص كده على الموضوع الادمنستريتيف ديستانس، الكونكتد رتبته زيرو، الاستاتيك رتبته واحد، الاي اي جي ار بي ليه حالات، ليه 5 وليه 90 وليه 170، زي ما لو نزلنا تحت شويه هنلاقي 170، وعندي هنا ال 20 اللي هو البي جي بي، الاي اي جي ار بي، الاو اس بي اف 110، الاي اس 115، اي اس تو اي اس، الريب 120، الاي جي بي 140. يعني عموما انت اهم حاجه تعرفها دلوقتي، طبعا 255 ده النون، يعني ما اعرفش جاي منين، هتوضح بعدين ان شاء الله. اهم حاجه الكونكت تعرف ان الرتبه بتاعته زيرو، الاستاتيك واحد، الاي اي جي ار بي 90، الاو اس بي اف 110، الاي اس تو اي اس 115، الريب 120، بس كفايه مش عايز اكتر من كده. طيب ده بالنسبه للمسافه او الرتبه الاداريه، وارجو ان تكون الموضوع بقى بسيطه. تمام، انا عملت ايه دلوقتي؟ انا بس عايز اخلص الـ راوتر واحد عشان انا الحقيقه حاسس ان انا لخبطتكم خالص. طيب خلينا بس اعمل شو ران، واقول له انا عايز الحته اللي تحتوي من الشو ران الكبيره ديت، عايز الحته اللي انكلود، اللي لو عايز ان اكملها لكم اهي، اللي تحتوي على كلمه اي بي روت. هم دول السطرين صح؟ انا هلغي ده يا جماعه، احنا اتفقنا ان احنا هنعتمد اي طريقه، ما ينفعش تعمل الطريقتين يعني، ها احنا هنعتمد الطريقه دي ان انت تعرفه بالشبكه باستخدام الاي بي. خلاص خلينا نخلص البرانش واحد على فكره، خلينا نخلص البرانش واحد. هدخل على الموديل اللي اسمه كونفيجريش. اول حاجه في حته جميله، خطوه كده انا عايز الغي ده طبعا، فانا هظلله كده واعمل رايت كليك. على فكره رايت كليك، ها المفروض انا كنت اظلل ده، بس طبعا هو ضغط انتر ليه؟ لان كنت مظلل السطر كله كده، لكن انا هعلمكم حاجه، لما تحب تكتب امر بدل ما تكتبه ظلله كده واعمل رايت كليك بس، يقوم كاتبه لك تاني. طب انا كتبته ليه؟ عشان اعمل كنترول ايه واسبقه بكلمه نو. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ احنا قلنا من الحاجات الجميله في السيسكو اي او اس ان لما بتطبق امر عشان تلغيه بتلغيه ازاي؟ اسبقه بكلمه نو. خلاص انا عملت ايه؟ لغيته كده. والدليل على كده لو قلت له دو شو اي بي روت، بصوا كده اهو الاستاتيك، ها ما يعرفوش الا بطريقه واحده بس اللي هو السطر. خلاص يبقى انا لغيت الطريقه الاولانيه. تاني ولو عايز برضو تتاكد دو شو ران، خلينا نقول انكلود اي بي روت، مفيش الا سطر واحد صح كده؟ يبقى انا اعتمدت الطريقه اللي هي مين في المذكره. لو رجعنا كده شويه للمذكره اللي هي الطريقه دي اللي هي الاولانيه. خلاص نكمل بقى كل القصه دي، بس انا كنت بشرح لكم ايه الطريقتين وايه الفرق بين الطريقتين ومين الاحسن. ها طيب وهو سجلهم باي شكل. نرجع تاني بقى نخلص البرانش واحد. البرانش واحد كده عارف كام شبكه؟ مين يقول لي؟ هتغلط ليه؟ اربعه. هتقولي ثلاثه ليه؟ ما انا هو عارف ثلاثه ديت اللي هي اثنين دايركت كونكتد بي اللي هي اللينك السيريال ده، واللينك اللي على الفاص ثلاثه، وعارف اللوب باك صح؟ وانا عرفته بالشبكه واحد، الدليل اهو دو تاني شو اي بي روت اهو، عارف اهو 10 اللي هي لوب باك، وعارف واحد، وعارف اثنين، وعارف ثلاثه. طيب كمل لي بقى لو سمحت، ها مين بقى يمليني؟ المفروض خلاص عرفت بقى الامر اسمه اي بي روت. على فكره هو بيعمل كده عشان عنده اكتر من كوماند بيبدا بال اللي هي الراوتنج وروت. عموما انا مش هي دي قصتي، اي بي روت، اي بي روت يلا مين؟ ها مين يمليني؟ في ناس مش عارفه انا بقول ايه، مش هو ده عارف الشبكه 3 و2 واللوب باك
ودلوقتي عرف واحد، لسه له اربعه ولسه له خمسه ولسه له لوب باك. مش انت قلنا لازم تكملوا الجدول، قلنا لازم الراوتر ده يوصل في الاخير بيبقى عارف 8 شبكات، انت نسيت ولا ايه؟ ولا الجزء طويل شويه؟ معلش. طيب يبقى هنقول اي بي روت 192.168.4.0 صح ولا ايه؟ طيب يبقى انا كده عرفته بواحد اهو، بعرفه باربعه دلوقتي، اللي هي 255.255.255.0 تمام. يبقى انا بقول له يا راوتر برانش واحد، تاني باكد على معنى السطر ده، يا برانش واحد انا هعرفك بروت جديد لشبكه جديده، الروت ده او المسار او الطريق للشبكه 192.168.4.0/24. طيب اذا حابب توصل بقى للشبكه دي او جالك باكت عايز يروح للشبكه دي ابعته على مين؟ على 192.168.2.2. اوعى حد يقول لي أربعة، هو ما يعرفش أربعة، هو لازم النكست هوب. احنا قلنا عندنا طريقتين، يا تقول له عن اكزيت بورت اللي عنده، يا اما الاي بي اللي قصاده مباشرة. هو واحد يقول لي يروح على 4.2 ينقل لي الجزء ده؟ لا ركز. ها خلاص، ومين تاني؟ مين تاني عايز اعرفه بيه؟ شفت انا عملت السهم اللي فوق، انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ احنا قلنا لما بتعمل الاسهم اللي فوق ديت بتظهر لك الشبكات. تمام، قول له اي بي روت لو حابب تروح للشبكه 192.168.5.0 روح، او جالك باكت عايز يروح الشبكه ديت ارميه على النكست هوب بتاعك اللي هو القفزه التاليه اللي هو دوت 2 دوت 2. ايه تاني يا جماعه؟ ها واحد يقول لي خليني بس نشوف كده الراوتنج تيبل شو اي بي روت. ده سلام كده، ده عارف ادي شبكه 2 3 4 5 6 باقي له ايه؟ مين يقول لي؟ تمام، اللوباكات اللي هي على الهيد كوارتر والبرانش واحد، اقول له كده اي بي روت مين بقى؟ 1.1.1.1 اللي هي 255.255.255. انت نسيت ولا ايه؟ اوريها لك. بص يا سيدي اهي على الهيد كوارتر اهي، لوب باك واحد، وادي الاي بي بتاعه اهو. لو حابب تشوف كل تفاصيله ممكن عندك طريقتين، يا اما تقول له شو اي بي شو انترفيس لوب باك 1 اهو سلاش 32 يعني 4255، او ممكن تقول له بطريقه ثانيه شو رن اهو اللوب باك وادي الاي بي بتاعته. طيب ممتاز، يبقى ادي انا بعرفه كده بايه؟ انا فين دلوقتي؟ في برانش واحد، عايز اعرفه ان في شبكه بقى هي لوجيكال مش فيزيكال يعني، اسمها لوب باك، يعبر عنها او يمثلها اللوب باك اللي هو اربع وحدات اللي موجود على الهيد كوارتر و والسبنت ماسك بتاعه 4255 عشان يوصل له. هي نفس القصه 192.168.2.2، وكمان اللوب باك بتاع برانش 2 اللي هو 20.20. تمام كده، خلينا نعمل اكزيت، نعمل دبليو ار عشان نحفظ بس، خلينا اتاكد من موضوع الحفظ ان انا احفظ كده. فين هو الباشا ده؟ خليني بقى اعمل ايه؟ شو اي بي روت عشان اشوف الدنيا اخبارها ايه. يا سلام يا سلام، ده شغل جامد قوي. عارف دلوقتي هو كام شبكة؟ اهي واحد، عارف الشبكة واحد اللي هي الوحدات اللوب باك، وعارف العشرينات، وعارف العشرات اللي هي دي كده التلاتة لوب باك، وبعدين عارف الشبكة 192.1، وعارف 192.2، وعارف 192.3، وعارف 192.4، وعارف 192.5. واحد يقول لي يا سلام، إذا أنا لو بنكت دلوقتي يعني انا لو قلت بنج دلوقتي يبنج ولا ما يبنجش؟ الناس اختلفوا، ناس بيقول لك يبنج وناس بيقول لك ما تبنجش. طيب خلينا نشوف، وانا هقول لكم اذا كان هيبنج ولا مش، هو طبعا مش هيبنج. لو انا عايز ابنج مثلا على الاي بي ده، او بلاش الاي بي ده اللي هو 192.4.2 ده، تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. لو انا قلت له بنج، على فكره بنج لو كتبت بيه بس كده بيقبل ان شاء الله، 192.168 دوت 4.2 بيبنج؟ لا ما بيبنجش. يعني انا عمال انادي عليه، ولا هل تسمعني؟ يقول لا مش سامع. مين يعرف يقول لي فين المشكله؟
الحتة دي مهمة يا جماعة. كل ما تعرف الراوتر بيشتغل ازاي وتفهم هو بيفكر ازاي تقدر تعرف. هتلاحظوا حاجة دلوقتي، انا في الجهاز ده لما جيت ابنج على الشبكة اللي هي 192.4، هو عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها على فكرة. يعني المشكلة مش هنا، لان هو بعت الباكت لمين؟ للهيد كوارتر. بس الهيد كوارتر لما جه يبص عنده هل يعرف 4؟ ها يعرف 4 ولا ما يعرفش؟ خلينا نروح على الهيد كوارتر. بص كده، شو اي بي روت، عارف 4؟ اه عارفها، لان هي دايركت كونكتد بي. الله، امال ليه ما ردش عليا؟ يبقى دلوقتي لاحظ بس ان ده بنج هنا، يعني بعت هنا، بعت ايه؟ بعت باكت، لان الباكت طالع من هنا. خد بالك انا في برانش واحد بنكت على ده. يعني ايه؟ يعني كان البورت ده بتاعي. على فكره البورت اللي بيطلع منه الباكت هو ده بيبقى السورس. البورت اللي بيطلع منه الباكت هو ده السورس. يعني مين المرسل؟ 192.168.2.1 ارسل باكت لمين؟ ل 192.168.4.2 ده. طيب ممتاز، الباكت طلع من برانش واحد راح لمين؟ الهيد كوارتر. جميل، سأل الهيد كوارتر انت عارف الشبكه 4؟ لان الهيد كوارتر عارف الشبكه 4 وقام طلعها كده. فلما وصل لبرانش 2 عنده 4 2 ولا ما عندوش؟ عنده. فجاي يرد، هو هيرد المفروض على مين؟ على المرسل اللي هو 2 1. هل الراجل ده يعرف 2 1؟ هل يعرف 2 1؟ لا ما يعرفش. فين برانش 2؟ شو اي بي روت، هل يعرف الشبكه 2؟ لا ما يعرفش غير 20 و4 و5. واذا حابب تتاكد ممكن تعمل امر اسمه تريس روت، امر التتبع، 192.168.4.2. شوف كده ايه اللي هيحصل. انا هعمل لكم حاجه كمان دلوقتي اوريكم ايه اللي حصل. شوف، هو دلوقتي بعت الرساله ل 192.168.22 اهي، ورد عليه لان 22 ده عارفه. على فكره التريس روت بيعمل كده، بيوصل لاول واحد ويرجع، يوصل لاول واحد ويرجع. فهو دلوقتي ايه اللي حصل؟ قدر يوصل لاول واحد، وبعد كده الدنيا تاهت عنده، اتاخر، بعت لهنا الدنيا تاهت هنا في الراوتر بتاع برانش 2. خلاص هيدنه بقى تايه كده. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ في حاجه على فكره انا حابب اوريكم عشان بس تستمتع. بس كل ما تحس انك فاهم اكتر، على فكره خليني ادخلكم جوه الجهاز. انا والله خايف الناس تكرهني بعد المحاضرات دي، بس انا والله يعني حابب الناس، يعني احيانا والله الواحد ساعات بيبقى مش عايز يقوم وهو ايه، يعني شايف الدنيا بتحصل قدامه كده. انا بس يعني ايه بوريك الدنيا ماشيه ازاي. تاني يا جماعه، انا دلوقتي لما وقفت في برانش واحد، انا خلصت الراوتنج تيبل بتاع برانش واحد بدليل ان انا لما عملت شو اي بي روت لقيت ان البرانش واحد عارف كل الدنيا. بس هل كده الشبكه اشتغلت؟ لا طبعا، لان الهيد كوارتر لسه ما يعرفش كل الدنيا، وبرانش 2 لسه ما يعرفش كل الدنيا. الناس دي ما تعرفش غير الدايركت كونكتد بي. فانا حابب اثبت لك ان المشكله فعلا في النقطه دي. لازم تبقى تعرف تتتبع وتعرف دي. على فكره من الحاجات المهمه جدا انك تعرف تطلع فين المشكله. ها تطلع فين المشكله. خليني بس اقول لكم بالراحه كده تاني. انا عملت بينج من هنا لهنا، من برانش 1 لبرانش 2. مين المرسل لامر البنك؟ هو 192.168.2.1. ليه؟ لان دايما البورت اللي بيطلع منه امر البنك بيبقى هو ده السورس اي بي. وانا بنكت على مين؟ على 192.168.4.2، لكن البنك ده ما ردش عليا. صح ولا ايه؟ وليه ما ردش عليا؟ لان احنا قلنا الباكت طلع من برانش واحد راح للهيد كوارتر. فسال الهيد كوارتر 4.2 انت عارفه؟ قال له اه. فبعت هو على البرانش 2، البرانش 2 الحقيقه ما ردش. طب انا بقى عايز اشوف القصص دي. في امر يا جماعه، هي الامر ده احنا يعني بنسميه طرف ذهني على فكره. يعني انا دايما اسميه كده، سيسكو عاملاه ايه للدلع، يعني لما تيجي تست حاجه. لكن الحقيقه في انه في الواقع العملي اوامر الديباج ما بنستخدمهاش. اسمها ايه؟ ديباج. على فكره ديباج دي الناس بتوع البرمجه يعرفوها. الديباج دي عارفين البتاع البلاستيك دي اللي بيصطادوا بيها البعوض، صائد البعوض، لما يبقى عندك ذباب كده وتضربه بيه يموته، ده اللي هو البتاع اللي ليه ايد
ومربع الشكل ده، ده اسمه الديباج. فالديباج هنا انا عايز طبعا بيستخدمه المبرمجين ليه؟ لانه بيصطاد الاخطاء الايرورز اللي موجوده في البرنامج او الكود اللي هو كتبه. طب احنا هنا بنستخدم امر ديباج ليه؟ علشان يظهر لي الرسائل اللي عماله الراوترات تكلم بعضها بيها، تمام كده؟ معلش الحقيقة وقفت بس عشان اشوف زمن الفيديو، انا الحقيقة صعقت لما شفت ان الزمن كبر قوي كده، فانا يعني هقول الجزئية دي الحقيقة وانهي ان شاء الله عشان مش هبقى طولت عليكم اكتر من كده. انا بس عايز اوصل لايه؟ ان انا دلوقتي قلنا ان انا بنيت الراوتينج تيبل بالكامل بتاع برانش واحد، لكن الراوتينج تيبل بتاع الهيد كوارتر والبرانش اتنين لسه ما اتبناش. فلما جيت ابنج من برانش واحد لبرانش اتنين من الاي بي او السورس بتاع البنج كان 192.168.1 عشان ابنج لده الهيد كوارتر، الحقيقه حظنا كويس الحمد لله ربنا سترها معانا، طلع الهيد كوارتر عارف الشبكه 4، لكن المشكله هتحصل في البرانش 2. لما البرانش 2 يجي يرد هو هيبقى هيرسل باكت بقى، ما هو الرد عباره عن باكت اخر، يعني بقول له السلام عليكم وهيقول لي عليكم السلام، هل تسمعني؟ ايوه اسمعك، هي دي البنج على فكره. فهو لما يجي يرد هيرسل باكت من عنده ال 192.168.4.2 لمين؟ للمرسل اللي هو 192.168.2.1. بس هو هيجي يدور في الراوتينج تيبل عن الشبكة دي وازاي يقدر يوصل لها؟ مش هيقدر يوصل لها. فأنا عايز أشوف الكلام ده، فأنا قلت يا جماعة عشان تشوف الكلام ده عندنا أداة جميلة سيسكو عاملاها، وأنا زي ما قلت لكم بقول لكم هي دي إيه؟ طرف ذهني. ها؟ يعني إيه طرف ذهني؟ بس كده شياكة بس كده، أو يعني قوة، يعني عشان يوريك القوة. أنا بس عايز أقول لكم إن كلمة ديباج زي ما قلت لكم أنا هصطاد الباكت، أنا عايز أفرق بس معلش بين شو وديباج. شو بيوريك الكونفيجريشن المعمولة، لكن ما بيوريكش الرسائل اللي الراوترات، ما الراوترات دي بتكلم بعض، او الراوتر نفسه لما بيجي يتصرف بيطلع رسائل انا بعمل كذا انا هعمل كذا، صح؟ الديباج دي بتوريك الرسائل دي، يعني ما بتوريكش كونفيجريشن، الديباج بتوريك الراوتر هو بيتكلم، الرسائل اللي عمال يبعتها. لما يجي برانش واحد يبعت رسالة لهيد كوارتر او البروتوكول اللي في البرانش واحد بيكلم الهيد البروتوكول اللي في البرانش، يقعد يوريك الرسائل اللي بتدور بين الراوترات وبعض او بين الراوتر ونفسه حتى. فانا مثلا هديكم مثال على امر الديباج اي بي باكيت، هقول له كده خلينا نقول ديتيل عشان يديني بالتفاصيل شويه. هقول له ايه؟ اي رساله اي بي باكيت، رسائل اللي هي الرسائل العاديه الباكيتات العاديه اللي تطلع منك او بتكلم نفسك بيها، يعني طلعها لي اديني الديتيلز بتاعها. خلاص كده هفعلها كمان الخاصيه ديت. انتوا فهمتوا دلوقتي الديباج يعني ايه ولا لسه؟ هتتبسطوا منها خالص دلوقتي. ديباج اي بي باكيت ديتيل، انا كده شغلته على مين ومين؟ كده على برانش 2 وشغلته كمان على برانش 1، باقي بس الهيد كوارتر. ديباج اي بي باكيت دي تي. خلاص يبقى دلوقتي بقى لما يبدا اي رساله تطلع عندي من اي جهاز هتبدا ايه؟ نشوف، خلينا نبنج عادي خالص. انا الاول لما كنت ببنج ما بيظهرليش اي رسائل، كل اللي بيظهر لي نجح ولا ما نجحش. خلاص 192.168.4.2، يبقى انا دلوقتي في برانش واحد هبنج على الاي بي بتاع برانش 2 اللي هو 4.2. يلا انتر انتر. لاحظ بقى الرسائل اللي هتقعد تظهر لك، شايفين الرسائل اللي عماله تظهر دي؟ ده الديباج بقى، نتيجه الديباج بقى. هقريها لكم انا الرسائل دي، بس انا هسيبه لما يخلص خالص اللي هو ايه بيبعت. طبعا احنا عارفين البنج بيبعت كام رساله، ها؟ طبعا هنا في رسائل ظهرت اهي، واكيد في ظهرت هنا. طيب مفيش رسائل ظهرت هنا، هنا في رسائل ظهرت. خلاص هو دول اللي يهموني، برانش واحد وبرانش اتنين. انا بس مش عايز اطول عليك واروح اشوف الهيد كوارتر. المهم ايه الرساله دي؟ الرساله دي بتقول لك انا بعمل اي باكت، مش انا قلت له ديباج للباكت، يعني طلع ديباج امسك، ها؟ اصطاد لي اي باكت طالعه من عندك، اي باكت، اي بي باكت. فقال لك والله انا عندي بص باكت اهي، اقرا إيه الرساله دي بيوم كذا بتاريخ كذا. معلش اضطريت اقوم، بس نرجع تاني نقرا رسائل الديباج. احنا قلنا الديباج اي رساله اي بي باكت
هتخرج من البرانش واحد تروح في اي مكان هيطلع لك تقرير عنه. فهو بيقول لك كده يوم كذا في تاريخ كذا الساعة كذا، ايه اللي حصل يا سيدي؟ قال لك عندي رسالة اتبعتت من السورس. يا سلام، مين المرسل يا جماعة؟ 192 168 21، ده المرسل اهو لوكال، ده بورت عندي، ده انا المرسل. بعتها للديستنيشن مين؟ 4-2، وطلعتها في الحالة دي من البورت سيريال 1-0، صح كده؟ ها، وهنا هيديك طبعا ممكن يديك بقى نوع البروتوكول المستخدم وكده. طيب ايه اللي حصل؟ احنا قلنا ان ما حصلش حاجه في الهيد كوارتر. الهيد كوارتر الدنيا مشيت فيه زي الفل، اهو الرساله طلعت وجات له من طلع رساله، مش قصتنا بس انا عايز اوريكم عشان ما اطولش في الفيديو. برانش 2، المشكله هنا يا جماعه، خلينا نكبر دي شويه ونقرا شوية الرسائل دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد بالك، انا جاتني رسالة، هو بيقول لك كده، او انا عايز اطلع رسالة من عندي. خليني ده برانش ايه؟ برانش 2. عندي عايز اطلع رسالة من عندي اهي، ICMP ده البروتوكول اللي بيستخدمه البنج. عايز اطلع رساله من عندي 192.168.42، وعايز ارسلها لده، بس عندي مشكله اللي هي انراوتبل. المسار ده انا مش لاقي له سكه، الشبكه دي او الوجهه دي اللي فيها البورت ده او الديستنيشن دي انا مش لاقي لها وجهه عندي في الراوتينج دي. وفعلا هو ده الواقع، بدليل انك لو عملت شو اي بي روت هتلاقي ايه؟ ما يعرفش اصلا الشبكه دي. ها، وضحت كده؟ وضحت المشكله فين؟ يبقى فعلا انا عشان كده الى الان لسه ما خلصتش البيزك كونفيجريشن. واضح؟ يبقى انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ ابدا اكمل الراوتنج الاي بي روت بتاعه الهيد كوارتر، والاي بي روت اعرفه باقي الشبكات اللي موجوده عندي كلها، وساعتها هتلاقي حلوه الديباج دي. يا سلام، خلينا نعطله. على فكره في اللابات او في الشبكات الحقيقيه اوعى تستخدم ديباج، ده يهنج الجهاز، لان الديباج بيخليك اي رساله هو بيطلعها او بيستقبلها بيطلعها لك في رساله او بياخد منها كوبي ويظهر، فدي بتعمل له مشكله كبيره، يهنج. لو عندك شبكه حقيقيه اوعى تستخدم الديباج، الشبكه بتاعتك هتهنج. احنا الديباج ماكسيمم بنستخدمها في اللابات بس عشان ايه؟ نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا هعطل الديباج عن طريق امر اسمه يو اول. يو اول دي اختصار كلمه انديباج، انديباج اول، يعني عطل اي حاجه عندك شغاله في الديباج. احنا دايما بنكتبها يو اول كده، خلاص. حتى اول بوسيبل ديباجنج هاز بين تيرن اوف. خلينا نعطل كمان الديباج هنا، ده برانش واحد في الهيد كوارتر يو اول، ونروح على برانش 2 يو اول. يبقى كده انا اثبتت لك بالدليل العملي القاطع اهو ان المشكله فين، ان انا الشبكه ما حصلتش اتصال. السبب ان هنا ده بقى زي الفل، ده حظنا طلع فيه كويس قدرا كده، ربنا سترها معانا. لكن ده فعلا لما جه يرد ما قدرش يرد، لان ان راوتابل، يعني لما جه يرد هو عايز يوصل للشبكه بس مش عارف يمشي ازاي. لما بص في الراوتنج تيبل، الراوتنج تيبل ما اعرفش، ارميها في الزباله ما تردش، فعشان كده ما ردش. الحقيقه ده الجزء الاولاني بتاع الستاتيك روت، معلش طولت، لكن انا يعني ارجو ان تكون المعلومه وصلت واتفهمت. وارجوك اسمع الفيديو اكتر من مره، وارجوك ابعت لي رساله ايميل لو انت مش فاهم، لان انا الحقيقه متفائل جدا ومبسوط جدا. انا قلت لكم السبب ان انا مبسوط ان في 250 واحد بيتابع، اذا انا بعمل 250 واحد عادل عنده هم انه يوصل العلم ده بالعربي للناس العرب. زي ما بقول لما بنروح كده ساعات نعمل انترفيو بنضطر نشغل مثلا جنسيات غير عربيه، مع احترام الكامل ليها وتقديرها ومكانتها، لكن والله ان الانسان العربي مميز جدا وعقليته يعني جباره، بس محتاج بس ايه يعني ماتيريال زي اللي احنا بنعملها دي دلوقتي. والله اسال ان ينفعني واياكم بالماده ديت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.